مساكم الله بالخير وحياكم الله وحلقة جديدة وأحداث جديدة في برنامجكم اليومي الديوانية. لا حدث رياضي يبرز أو يطغى على انتظار الغد ونهائي القارة الآسيوية بين الممثل السعودي نادي الهلال ونادي أوراوا الياباني، مباراة يحضر معها الحديث عن الأمنيات والمعطيات والتسريبات والإشاعات، فلا اهتمام يفوق مباراة نهائي دوري أبطال آسيا. وفي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان اليوم نستكمل مباريات الجولة العاشرة، التعاون يكسب ضمك بضربتي جزاء مع أداء غير مقنع للتعاون، أما الأهلي يزاحم الصدارة مع الهلال والنصر بالنقاط العشرين على حساب الفيصلي والذي يتلقى الهزيمة الثانية لا على التوالي والثالثة حتى الجولة العاشرة. مباراة الأهلي والفيصلي كان فيها تلاحم غير مقصود مع نجم الأهلي والمنتخب السعودي الحارس الكبير محمد العويس، وتعرض لإصابة قوية، لكن نتمنى أنه يكون بصحة وعافية، ألف سلامة للنجم الكبير محمد العويس. وقبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاق الديوانية واللي دائما ظاهر معك أسفل الشاشة. ضيوفي في حلقة اليوم واللي أسعد بوجودهم معي في الحلقة أبدأ بالأستاذ حسين الشريف، الأستاذ عبد الكريم الزامل، والأستاذ عبد العزيز اليوسف، الدكتور محمد الناصر، والأستاذ سالم الأحمدي، أخيرا الأستاذ أسامة النعيمة. مساكم الله بخير جماعة، مشرفيني اليوم. احنا دائما نبدأ الحلقة بالأخبار، آخر الأخبار في برنامج الديوانية. أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن بعض القرارات خلال اجتماع اليوم الذي سبق مواجهة نهائي دوري الأبطال، وكان أبرزها رفع عدد المجموعات لعشر مجموعات بداية من نسخة 2021، بالإضافة إلى تقسيم مباريات تصفيات كأس العالم على يومين، وأخيرا اعتماد مشاركة البطل في النسخة التالية اعتبارا من 2021. تحدث مساء اليوم مدربي فريقي الهلال وأوراوا الياباني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهتهم مساء الغد، إذ ذكر روماني لوشيسكو أن هطول الأمطار الغزيرة في اليومين الماضيين لن يؤثر على فريقه، خصوصا أن أرضية الملعب مميزة وفي حال هناك تأثير فسيكون على الفريقين، فيما أوضح الياباني أوتوسوكي أن فريقه جاهز بالكامل دون غيابات. وعن فتح التدريبات أمام الجماهير والإعلام بيّن أنه يرغب بأن يشعر اللاعبين بالمسؤولية أمام جماهيرهم. توج سمو رئيس هيئة رياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم السبت البريطاني ألكسندر سيمز سائق فريق BMW أندريتي بجائزة المركز الأول في ختام منافسات الجولة الثانية من سباق السعودية فورمولا إي الدرعية 2019 للسيارات، وحافظ السائق ألكسندر سيمز على المركز الأول منذ انطلاقة السباق حتى نهايته. تختتم غدا الأحد لقاءات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين يحل فيها الاتحاد ضيفا على الاتفاق، فيما يستضيف الوحدة فريق النصر على ملعبه في الشرائع. وجه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير مديري التعليم في المنطقة بالسماح للطلاب في المدارس التي يتضمن جدولها حصة سابعة بالخروج من الحصة السادسة لتمكينهم من متابعة لقاء الهلال وأوراوا ظهر غد الأحد. طيب خلني باخذ الخبر اللي بتعاطى معه مع ضيوفي. سمو رئيس الهيئه يتوج الفائزين في ختام فورمولا اي الدرعيه. ابو خالد، الموسم الدرعيه شفنا حتى العمل الكبير اللي قدمته على مستوى مجله الدرعيه والتفاصيل اللي موجوده في هذا الموسم. في البدايه دعني اقدم الشكر للقناه الرياضيه على اهتمامها بشكل عام بموسم الدرعيه وعلى الاطراء الجيد منكم من بقيه الزملاء في الحلقة الأمس بخصوص المجلة اللي صدرت، وأيضا الشكر موصول للدكتور رجلا السلمي والأميرة نوف وكافة فريق العمل الذي كانوا معنا في الإصدار السابق. الحديث عن الفورمولا إي بالنسبة للمنافسات اللي صارت منذ يوم أمس واليوم، أتصور أن ربما شهدت اليوم إقبال كبير، حضور جماهيري من وقت مبكر لمتابعة هذا السباق. أعتقد أنه أصداء واسعة بالنسبة على وسائل الإعلام العالمية وأيضا القارية. شهدنا أيضا حضور سمو سيدي ولي العهد يوم أمس لانطلاق هذا السباق تأكيد لدعمه التي يحظى بها الرياضة السعودية. اليوم أتصور يعني لا زالت السيطرة البريطانية على المنافسات، حيث المتسابق أمس اللي حصل المركز الأول البريطاني واليوم
بريطانيا السيدة سيمس، فالتنافس يعني متواصل والإثارة بالنسبة للفورمولا إي زالت تتواصل في الدرعية، وإن شاء الله تشهد أعتقد الختام بكرة منافسات بشكل أقوى تعكس مدى اهتمام أو نجاح المملكة العربية السعودية متمثلة في الهيئة العامة في استقطاب مثل هذه المسابقات الدولية، وأيضا في هناك منافسات أخرى ستشهدها موسم الدرعية كالملاكمة كالتنس والفروسية وأيضا النشاطات الأخرى، لكن بشكل عام نجاح كبير حظيت به الفورمولا إي في اليوم من أمس واليوم، وهذا غير مستغرب على الرياضة على الهيئة العامة في تنظيم مثل هذه المسابقات العالمية. نعم أبو حسام، الفورمولا نعرف أنها تحظى خلينا نقول بمتابعة إعلامية كبيرة على مستوى العالم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي الزملاء والمشاهدين والمشاهدات الكرام. طبعا شوف أنت لما الآن يقف الرجل الثاني في الدولة ويعطيك الدعم ويقف بنفسه على هذا العمل ويحضر، أنت الآن باستطاعتك تستضيف أي حدث دولي على مستوى العالم. الفورمولا إي لما تستضيفها هذه الحقيقة يعني ليس بالسهولة، يعني تحتاج أول إمكانيات، تحتاج عمل كبير من أجل هذه الاستضافة أنها تكون في المملكة العربية السعودية. بالأمس إحنا شاهدنا ولي العهد بنفسه يقف على هذا العمل وبحضور رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، اللي ما شاء الله ابتسامته أمس نعم يعني متلازم معه في كل مكان، صحيح. لأن هذه لعبته المفضلة، صحيح. طبعا نعرف هذا الشيء، واحد من أبطالها طبعا، والأمير عبد العزيز يعني هذه من ميزة يعني لما يكون الرجل المتخصص في المكان المناسب، يعني خادم الحرمين الله يحفظه لما اختار الأمير عبد العزيز بن تركي لا شك كان له نظرة ثاقبة في هذا الأمر، لا شك أنه يساعد في تنفيذ رؤية ولي العهد اللي يجعل المملكة هدف للسواء، هدف لإقامة المسابقات الدولية، للفعاليات، لأشياء كثيرة. الحقيقة أنا ما أبغى أسترسل في هذا الأمر، الزملاء نعم بالأمس تكلموا عنه عن هذه الاستضافة، لكن في موضوع شدني يمكن موضوع أكثر شيء يكون اجتماعي اللي هو جاكيت ولي العهد وطلع ترند أمس، صحيح. البعض يعني خذها يعني الإعجاب بهذا اللبس، طبعا سموه ولي العهد، أنا متأكد أن فيه رسالة يجب أن تصل للمجتمع. لو تعرف القيمة جاكيت اللي لابسه ولي العهد كما تتعدى 1000 ريال، لا نعم. ايضا الجزمه وانتم بكرامه، اللبس اللي على ولي العهد لبس عادي جدا، صحيح. هذه رساله للمجتمع، وانا اقصد هواة الماركات. طبعا هم في قاعده يقول لك الماركات اخترعها الاثرياء لسرقه الاغنياء وصدقها الفقراء. طبعا الرجال، وهذه رساله ولي العهد، مخابر وليس مظاهر، صحيح. ولي العهد وغيره من 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 الرجال اصحاب الافعال هم اللي يجملون الملابس وليس الملابس اللي تجملهم. نعم الحقيقه انا اقولها رساله للمجتمع، انا ترى لست من هواة الماركات. المره الوحيده اللي شريت ماركه كانت في امريكا جزمه وانتم بكرامه الله يكرمك لويس فيتون، وسرقت في الفندق، في نفس الفندق، وانا ما شريت الا بالحاح من الابن، لاني انا ما اشري ماركات، لاني انا عندي اعتقاد خاص ان الماركات هذه يعني ما بالنسبه لي انا ضمن اهتماماتك ليست من اهتماماتي، اخذ موقف على السرقه يعني لا ليست من اهتماماتي، وانا اقول هذه رساله للمجتمع، ولي العهد رساله للمجتمع. سرقت ابو حسام كره؟ لا 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 بالعكس، انا مبسوط انها سرقت يعني في الفندق، وعلى فكره يعني البعض، انا بتكلم يعني على بعض، صدق احنا في امريكا لما تبلغ تجلس 3-4 ساعات ما يجيك البوليس، واحنا فعلا بلغنا على هذا الموضوع وجلسنا 4 ساعات دون ان يحضر البوليس وغادرنا الفندق وتركناها. طيب بس يعني ابغى اعرف البعض لما يتكلم عن الغرب يعطي الغرب صوره مختلفه تماما، بينما مثلا في المملكه ولا في الدول الاسلاميه ولا العربيه ايضا الان لو تبلغ الان في اي شيء عندك من جهه امنيه خلال 10 دقائق ربع ساعه موجودين عندك، صحيح. ايضا الامر ترى في حاجه انا ابغى اشير بها اللي هو الاسعاف في المملكه العربيه السعوديه، ترى من افضل الجهات الحكوميه اللي تقدم خدمه متميزه، ممتاز. هذا الامر احنا نتكلم ونشيد بالاشياء، طيب. هذه انا اقول لك الرساله للمجتمع في عمليه الماركات والماركات، يعني لما 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 يقتنيها الاغنياء وهذولي، نعم. هذه قد نتقبلها وهذا شيء يخصهم ولا نتدخل فيها، لكن اللي حاصل في المجتمع السعودي تلاحظ سواء الشباب او الشابات
يرتدون ماركات بقيمتها 10,000 و20,000 و30,000 و50,000 وشابات تشتري لها مثلا شنطه ب 10,000 15,000 وامكانياتهم اقل من المتوسطه. نعم. اقل من المتوسطه. انا اقول رساله ولي العهد وصلت للجميع يا جماعه الخير، مخابر ولا هي بمظاهر. نعم، الناس مخابر وليست مظاهر. طيب. انتم من تجملون الملابس وليس الملابس هي من تجملكم. شكرا ولي العهد. طيب خلينا نروح، بما انك تتكلم عن امريكا ورحلتك اللي كانت في امريكا، خلينا نروح انا لليابان مع موفدنا في اليابان مراسل القنوات الرياضيه السعوديه من طوكيو الزميل العزيز عبد الرحمن العابسي. عبد الرحمن، اولا شكرا دائما، او خلينا نقول صباح الخير قبل ما ادخل معك في التفاصيل، شكرا انك دائما يعني متواجد معنا في هالتوقيت، وانا اعرف ان هالتوقيت يعني متأخر جدا عليك، لكن أسألك عبد الرحمن عن المستجدات هناك في اليابان، عن الهلال، عن التفاصيل في الهلال. سامعني؟ صباح النور عبد الرحمن. أي سامعك يا عبد الرحمن. صباح النور عبد الرحمن. احنا لا نحتاج الشكر عبد الرحمن، اذا نحتاج الشكر فانتم كذلك تحتاجون الشكر لقامة تقدمونه في عمل الديوانية. تعقيبا على كلام ابو حسام، حتى هنا في اليابان أنا على الصعيد الشخصي ما شفت أي سواء الجمهور أو الإعلام يلبسون الماركات اللي تحدث عنها أبو حسام، الاهتمام أكثر هو بالعمل. عبد الرحمن، خليني أتكلم معك وتحدث معك عن الأهم في هذه الإطلالة. نعم. عن الحديث عن هذه المباراة، يمكن كلكم شاهدتوا المؤتمر الصحفي الخاص بالمدربين اليوم سواء رازفان لوشيسكو أيضا كذلك من قبل مدرب أوراوا. كلا المدربين يتحدثون عن أن المباراة صعبة وأن المباراة كثير ما يهتم فيها الإعلاميون أو الجماهير، ولكن هم كمدربين حتى في بعض الأسئلة توجهت لهم ذكروا بأن كل الخيارات أو الإمكانيات الممكن ومتاحة للفريقين راح تشاهدونها مع صافرة الحكم، أي بإخفاء بعض الأوراق. هذه كانت في سؤال بعض الإعلاميين للحديث عن بعض اللاعبين الغائبين سواء من الهلال أو أيضا كذلك من أوراوا. أوراوا وجهت لهم أسئلة حول غياب ماكينو المدافع الياباني، ذكر المدرب بأنه ماكينو جاهز. أيضا كذلك على مستوى الهلال حديث رازفان لوشيسكو عن غياب كنو مثلا، في حديث بأنه أصيب، أجاب رازفان كنو أصيب قبل تقريبا 5 أسابيع لم تتاح الفرصة له للمشاركة إلا في مباراة الذهاب، ولكن مشاركته غدا هي بيد المدرب وحده سواء شارك في الشوط الأول أو يشارك في الشوط الثاني. لكن خليني أتحدث معك عبد الرحمن عن بعض الأخبار التي ظهرت في الأيام الماضية حول إمكانية غياب بافيتيمبي غوميز عن مباراة الهلال للإصابة. ما شاهدناه بأعيننا نحن كإعلام في تدريبات اليوم حتى ظهرت في الصور، هي مشاركة غوميز ليست فقط على مستوى اللاعبين احتياطيين دائما نشاهدهم يشكلون دائرة لوحدهم، بل شاهدنا أيضا مشاركته على مستوى اللاعبين الأساسيين، وهذا أمر مؤشر يعطي دلالة بأن غوميز لا يعاني من إصابة، وحتى لو كان عانى من إصابة مثلا فهو بإذن الله جاهز لمباراة الغد أمام فريق أوراوا ريدز الياباني. خلينا نتحدث معك عبد الرحمن على مستوى قبل أن نخرج من المؤتمر الصحفي، يمكن سؤال وجه لكابتن محمد الشلوب. كابتن محمد، فيما لو حققت هذه البطولة هل سوف تقدم اعتزالك في نهاية الموسم؟ فمحمد الشلوب يعني منسق الإعلام بالاتحاد الآسيوي تجاوز هذه النقطة ليس فقط من أجل السؤال ولكن مخصص لكل إعلامي سؤال واحد، فكان من الإعلامي موجه سؤالين، فمحمد الشلوب رفض وذكر أنه سيجيب على هذا السؤال لأنه يهمه شخصيا، ذكر يعني إجابة يمكن تتراكم من خلال هالسنين والخبرات لمحمد الشلوب. أيوه. محمد الشلوب يقول الكلام اللي تحدث عنه هو شيء شخصي مثلني أنا محمد الشلوب سواء اعتزلت أو استمريت، ولكن اللي غدا صراحة نقابله هو عمل للمجموعة، لذلك اسألني عن المجموعة فهو يهمني أكثر من العمل الشخصي. هذا جواب يمكن يغيب كثير عن بعض اللاعبين، ولكن مثل محمد الشلهوب مع تراكم السنين والخبرات يؤكد لنا مدى استفادة محمد الشلهوب من هذه السنوات، وإن شاء الله أن محمد الشلهوب غدا يكون عمل المجموعة، وعلى الصعيد الشخصي استمر محمد لمحبته من قبل كل الجماهير. بعد المؤتمر الصحفي أتحدث معك عن عبد الرحمن، من اللي سأل من اللي سأل الشلهوب الجماهير وحضورها ودخولها. عبد الرحمن، من اللي سأل الشلهوب؟ من اللي نعم. وجه السؤال هذا للشلهوب على مستوى الاعتزال؟ اللي سأل الشلهوب الإعلامي الكبير إبراهيم الفريان، هو اللي وجه السؤال لمحمد الشلهوب. طيب أسألك عن التوقيت الحين عندك عبد الرحمن الساعة كم؟ طيب عندنا الآن تقييم الساعة 5:45 فجرا، ايه؟ اللي هي تقييم تصادف 11:15 تقريبا بتوقيت الرياض. ايه؟ عبد الرحمن، خليني أتحدث لك عن الجماهير الهلالية الحاضرة لهذه المباراة.
إيه الجماهير الهلالية حضرت يعني حتى اليوم شاهدناها على مستوى تدريبات الفريق، ولكن ما كان لها قدرة للدخول لتدريبات الفريق، بعكس كذلك مدرب أوراوا اللي ذكر في المؤتمر الصحفي بأنه راح يسمح للجماهير بالدخول للتدريبات لمشاهدة فريقهم ولمؤازرتهم والرفع معنوياتهم قبل هذه المباراة، وشاهدناهم بكثرة في مدرجات الفريق بعد خروج نادي الهلال من أداء تمارين في الوقت المخصص السادسة مساء، يعني تقريبا الساعة السابعة أو السابعة والنصف، دخلت الجماهير اليابانية لمساندة الفريق. عبد الرحمن، خلينا نتحدث لك عن الإعلاميين من الطرفين وأيضا كذلك الجماهير. الإعلاميين الهلاليين وهذا كذلك الجماهير تتحدث بثقة عطفا على مستوى فريقها في مباراة الذهاب، بأن بإذن الله سوف يكون تحقيق اللقب ليس فقط إلا مجرد وقت، غدا بإذن الله سوف اليوم بتوقيتنا يتحقق اللقب، لكن أيضا كذلك على الطرف الآخر اليابانيين، سواء الجمهور اللي أخذنا معهم ردات فعل أو أيضا كذلك اليابانيين سواء تلفزيون أو إعلام صحافة وأيضا كذلك المتخصصين، ذكروا بأنهم هم كذلك أيضا واثقين من فوز فريق أوراوا ريدز الياباني في هذه المباراة، ليس فقط لأنها مباراة نهائية، ولكن يذكرون دائما بأن أوراوا ريدز لا يقهر على أرضه، لكن إن شاء الله أنه يقهر بكرة اللي على أرضه وتحقق الهلال هذه البطولة. طيب عبد الرحمن، بسألك عن التذاكر، تذكرة أخيرا تم تسليمها، تسليم التذاكر تم إلى إدارة نادي الهلال من قبل أوراوا أخيرا 3000 تذكرة. ذكرت إدارة هلالية بأن سوف يكون تسليم هذه التذاكر أمام بوابة خاصة لجماهير نادي الهلال الراغبة بالحضور، طبعا بغض النظر عن الجماهير اللي حضرت على حساب الشخص وأيضا كذلك التي أمر بها سمو سيدي ولي العهد سوف تسلم لهم التذاكر، ولكن أيضا الجماهير التي سوف تحضر سواء من الطلاب أو من الملحقيات الثقافية أو أيضا من الدول المجاورة لليابان سوف يكون تسليم التذاكر يدوي أمام البوابات المخصصة لهذه الجماهير، الجماهير الهلال لحضور هذه المباراة. أسألك عبد الرحمن عن الأمطار، الكلام على أنه يعني بتكون المباراة في جو ماطر بشكل كبير. شوف عبد الرحمن، احنا لنا تقريبا يومين الى يومين ونص الامطار لم تتوقف، يعني لما اقول لم تتوقف ففعليا ولا دقيقه توقفت الامطار، يعني سواء في الليل او في النهار، لكن برضو المرصد الجوي يقول انه الامطار راح تستمر الى يوم الاثنين وليس الى اليوم، يعني اليوم وبكره راح تستمر الامطار، لكن اليوم رزفان ذكر بانه اذا كانت الامطار راح تؤثر على لاعبي الهلال فهي ايضا كذلك راح تؤثر ايضا على لاعبي أوراوا، فالمشكله راح تكون على الجميع، ولكن بالامطار الحاليه اللي شاهدناها من اليومين الماضيه هي امطار مستمره ولكن ليست غزيره، يعني احنا نسميها في السعوديه الرذاذ، يعني بسيط هو يعني جميل ويعني ممتاز ايضا كذلك للاعبين، فان شاء الله انه ما ياثر على اداء لاعبي الهلال في مباراه اليوم. شكرا لك مراسلنا العزيز للقنوات الرياضية وموفدنا في اليابان عبد الرحمن العابسي، ويعطيك العافية، وخلاص ما عاد في وقت إلا للنوم. شكرا لك عبد الرحمن. طيب خليني أروح وأدخل في ملف الهلال وملف المباراة. 5:30 الفجر. تعليقك أنت على هذا الكلام أبو حسام وعلى الأخبار بالنسبة للهلال وعلى المباراة؟ والله الكلام اللي قاله الحقيقة كلام مطمئن، كلام مبشر، كلام يعني يجعلنا نتفائل أكثر مباراة الغد اللي هي بالفعل صعبة وصعبة. نعم احنا نشوف خصوصا الهلاليين يسودهم تفاؤل كبير وهذا حق من حقوقهم، ويمكن النتيجة الذهاب لها دور في هذا الأمر، وأيضا مستوى الفريق اللي قدمه كان أيضا يعطي حافز أكبر لمباراة الإياب. الهلال وجهة نظري لن يفرط في هذه المباراة، يعني حتى اللاعبين لابد اللاعبين يكون أداهم مضاعف وهذا ما أتوقع في المباراة. يعني الوضع العام للهلال فيه التحفيز، نعم، يعني أنت لما تعرف يجيك التحفيز من الرجل الثاني في الدولة بهذا الشكل وبهذا الدعم وبهذه القوة وبهذه يعني اللي قاعد نشوفه، الزخم اللي قاعد يعطيه ولي العهد لهذا الدعم هذا، يعني نعم ولي العهد دعم كل الأندية ولكن دعم الهلال بشكل خاص خصوصا في هذه البطولة، وهذا أمر ليس بغريب على القيادة. أنا متأكد إن سيكون هذا الدعم أحد الأسباب إن الهلال يفوز ببطولة آسيا، دعم ولي العهد. أيضا لما نرى دعم رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، دعم معنوي، دعم مالي، دعم في كل الاتجاهات، أيضا رئيس هيئة الترفيه مع الأستاذ تركي آل الشيخ، دعم متواصل، دعم مالي، دعم معنوي، هذا اللي قاعد نشوفه كل هذا الدعم. أيضا أعضاء شرف نادي الهلال، إدارة الهلال، عمل صامت
يعملون نحو الفوز بهذه البطولة بدون بهرجة. أي. هذا الأمر أنا تكلمت عنه سابقا وهذا أمر يحسب لهم. اللي أشوفه حتى اللاعبين القدامى وحتى أعضاش في نوع من التكاتف، يعني البطولة هذه يعني كأنها رسالة لن نتركها تفوت بأي حال من الأحوال. سنعود بالكأس إلى المملكة العربية السعودية، وأنا من وجهة نظري هذا ما أتوقعه. أيضا موضوع اللاعب قميص طبعا مهم مشاركته، وأنا وجهة نظري وأتوقع حتى لو كان عنده إصابة راح يشارك. صحيح. أنا لو أني كنت مسؤول ما عندي مشكلة يشارك في هالمباراة هذه ويجيب للبطولة، ولو يغاب شهر شهرين ما عندي مشكلة. حتى على اللاعب نفسه. حتى اللاعب لو تسأله تقول ترى ممكن تغاب شهر بعد هالمباراة، أو يقول لك لا أشارك في هذه وأجيب الكأس. حتى لقب في النهاية مش لقب بس للنادي، حتى لقب شخصي له هو. لقب قاري بالنسبة له. نعم طبعاً يعني تخدمه هذه. أنا أرى المباراة صعبة، ليست سهلة هي. أي. ولكن مدرب الفريق أنا وجهة نظري إن الهلال ممكن يعكس التوقعات. إنه يضغط في أول عشر دقائق أول ربع ساعة عكس ما الناس متوقعة، أو حتى عكس مدرب غرام ما متوقع إن الهلال راح ينكمش يدافع. لا، لأن الهلال لو سجل هدف في أول ربع ساعة وعشر دقائق نسبة 90% أنهى المباراة. نعم. خلاص انتهت، يعني حيلعب بأريحية أكثر وحيكون الضغط يتحول بشكل كبير على أوراوا. إحنا نتمنى نشوف مباراة متميزة، أيضا نتمنى عودة الهلال بالكأس. سالم. والله شوف يعني احنا استكمالا لحديثنا البارح اعتقد كل المعطيات توحي ان الهلال هو الاقرب لتحقيق هذا اللقب، عطفا على مسيره اصلا الهلال في هذه البطوله. انا ممكن في نقطه تحول في مسيره الهلال في هذه البطوله. نعم. هي مباراه الاياب امام السد القطري. كانت درس ولقاح كبير جدا للهلاليين في سبيل تحقيقهم لهذه البطوله. يعني المباراه كانت غريبه دراماتيكيه جدا. صح. اعتقد ألقت بظلالها بالجانب الإيجابي جدا في مباراة الذهاب في النهائي الآسيوي. يعني الهلال كان يستطيع يعني سيطر على كل مجريات المباراة. نعم. يعني أنا استغرب البعض اللي يحاول يقول إن أوراوا ندوا خصم عنيد، يعني إحنا شفنا كيف تأهلوا حتى في دور نصف النهائي أمام غوانزو، ما كان ذاك الفريق المرعب. قد يقول البعض إنه هو له تكتيك معين، طريقة لعب معينة، ولكن أنا شاهدت الفريق. خلينا نتحدث عن مباراة الذهاب. حلو. كان فريق يعني جاب كبير بينه وبين الهلال، توقع الهلال هو الأقرب غدا. أسامة. أنا أقول يعني أستخلص من البداية من المؤتمر الصحفي. لو تلاحظ أنه سيد رزفان في حديثه للإعلاميين قال بخصوص تحديدا موضوع المطر وتأثيره، قال إذا المطر بيتأثر الفريقين ككل. لا بس احنا يعني فهمنا ابو زياد انه مطر قوي، بس عبد الرحمن يقول مطر يعني خفيف متوسط بكم او يمكن خفيف في المباراه. ما ياثر على الملعب. المدرب لما يتكلم، بعض المدربين لما يجون من الغرب بحكم ان اليابانيين متعودين على هالاجواء وبالذات موضوع المطر، فلما يجي رزفان يتكلم يقول اي صح هذا مؤثر علينا، يمكن يعني نكون وضعيتنا اصعب. رزفان يتكلم كانه مدرب ياباني، كانه فريق ياباني بيلعب مع فريق ياباني، وهذه ميزه تحسب الرزفان في المباراه، لانه يشعر انه اعطى ثقه للاعبين واعطى، بالعكس ما قلل ولا او يعطي اللاعبين عذر في عدم او عذر نعم. لا اعطاهم نوع من القوه، وهذا يحسب ما يخلق لهم عذر، ما يحط لهم عذر. وهذا اللي انا اقول اللي يخلي رزفان يثق في لاعبي الهلال ويرى ان لاعبي الهلال قادرين على الاحداث، يعني بكره شيء غير اللي متوقع. يعني السيناريوهات اللي نشوفها او تحدث عنها الجميع من بعد مباراه الرياض، انا اتصور انها ستختلف كليا عن مواجهه بكره. يعني بكره بنشوف فريقين مختلفين، لا بالنسبه لاوراوا ولا حتى بالنسبه للهلال. أيوة. كلهم مختلفين يعني اداء. اوراوا اللي ممكن مش في الرياض واللي كان مدافع طول 90 دقيقه، ما مو بحيكون اوراوا، بيكون اوراوا ثاني، بيكون اوراوا مندفع يحاول يحصل على هدف او فوز. الهلال نفس الشيء، الاداء اللي بنشوفه او شفناه منه سيتغير الى اداء مختلف بشكل كامل. انا اقول المهاره اللي يملكها لاعبي الهلال يعني يكون لها اثر كبير على المهاره المصنوعه في اليابانيين. انا اقول اليابانيين دائما مهاراتهم مصنوعه لانهم دربوا عليها، ولكن مهاره اللاعب السعودي غير. فاكتشفناها في موهبه، واكتشفناها في شو اسمه في مباراه اليابان والسعوديه. نعم. هدف فهد المولد اهلنا كاس العالم. هذا يعطينا انطباع انه مهاره اللاعب السعودي قادر انه يتجاوز فيها اليابان. لذلك انا اقول ان شاء الله بيكون يعني علو كعب الهلال بشكل كبير ان شاء الله في مواجهه الغد، وبيكون ان شاء الله الكاس الثالثه حاضره ان شاء الله للهلاليين والكره السعوديه باذن الله. طيب انا رحت على الجهه اليسار، الجهه اليمين خلينا نروح لها بعد الفاصل. نروح فاصل وارجع اكمل مع ضيوفي.
يا هلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج دوانية. خلونا نحن نروح ونشوف مشوار الهلال في البطولة الآسيوية في هذا التقرير. بعد مشوار طويل استحق فيه الزعيم أن يصل إلى نهائي أكبر بطولات القارة متقدما بهدف الذهاب والذي سيجعله يلعب بفرصتي الفوز أو التعادل. فالهلال والذي بدأ البطولة في مجموعة كانت تعتبر الأصعب، ضمت كل من العين الإماراتي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني، ليتصدر هذه المجموعة ب13 نقطة. التقى بعدها بالأهلي السعودي في دور 16 في مباراة كسبها ذهابا برباعية كانت كفيلة بتأهله رغم خسارته في الإياب بهدف وحيد. دور 8 كان من أمام الاتحاد، انتهى ذهابه بالتعادل السلبي قبل أن يعود الهلال في الرياض وينهي الإياب بنتيجة 3 أهداف دون رد، نقلت الزعيم الهلالي لدور نصف النهائي. التقى بعد ذلك في دور 4 بالسد القطري، واستطاع وقتها أن يهزمه على أرضه برباعية كانت مقابل هدف، كأكبر نتائج الهلال في البطولة لهذا العام. عاد بعدها للرياض في لقاء الذهاب وحدث ما لم يتوقع الكثير بعد أن سجل السد 3 أهداف في 4 دقائق، عدلت كفة الفريقين نسبيا، لكن لاعبو الهلال استطاعوا تسيير المباراة إلى بر الأمان معلنين تأهلهم للنهائي الأسيوي. الهلال وأوراوا في النهائي الأسيوي، قصة تمناها الهلاليون للانتقام من الظروف التي صاحبت نهائي 2017 بعد أن خسر الهلال النهائي من نفس الفريق. الهلال بكامل نجومه يلعب الذهاب أمام أوراوا الياباني في الرياض ليمتلك كافة الملعب مسيطرا على مجريات المباراة وواصلا إلى الحارس الياباني في أكثر من مرة. استطاع البيروفي كاريو هز الشباك في الدقيقة 60 من زمن المباراة ليخرج الهلال من الذهاب بالفوز والمحافظة على نظافة الشباك، وهذا هو الأهم في مباريات الذهاب والإياب. 12 ساعة تفصلنا عن لقاء الإياب، فهل حان الوقت لأن يعود الهلال لعرش آسيا كما كان في وقت سابق؟ دكتور محمد الناصر، مشوار طويل للهلال على مستوى البطولة، قدم فيها يعني خلنا نقول مستويات مميزة. مباراة السد اللي كانت في الإياب هي المباراة اللي زي ما يقول سالم كانت زي لقاح البطولة ويتعلم الهلال منها درس كبير. صحيح، طبعا الهلال يمكن خلال مشاركاته في كأس آسيا نشوف المرة هذه، وأنا يمكن قلتها في حلقة سابقة بعد مباراة الذهاب، نضجت التجربة لدى الهلال كثيرا خاصة فيما يخص التعاطي الإعلامي أو حتى عزل اللاعبين أو البعد. يمكن شفنا حتى بعد المباراة مباشرة تصريحات جميع لاعب الهلال بعد المباراة، كانوا يتكلمون عن انتهاء الشوط الأول ولسه باقي شوط ثاني، كاملية التركيز، وجودهم في المعسكر، عزلهم تماما يمكن قبل 5-6 أيام متواجدين في اليابان. اللي اختلف الآن بالإضافة لكل هالتجربة برضو بالنسبة للهلال يمكن هو النهائي الثالث، ولكن هذه المرة يدخلون الإياب وهم فايزين في الذهاب. المرتين السابقتين ممكن كانت الضغوط أكثر، هذه برضو تساعد أن تعطي اللاعبين جرعة ثقة أو حتى طمأنينة أكثر. هي لا شك أنها برضو ما تعني التسليم في نتيجة المباراة. نتفق مع الزملاء اللي تكلموا أنه أوراوا راح يكون مختلف، لكن برضو أوراوا ليس سهل، يعني ما نقلل من قيمته لما فريق حقق بطولة آسيا مرتين
ووصل للنهائي. لا شك أنه فريق قد يكون عنده أوراق ما كشفها، أو حتى قد يكون كذلك تفوق الهلال الفني في مباراة الذهاب ألغى بعض الامتيازات لدى فريق أوراوا. متوقع أنه مباراة قوية جدا، فريق أوراوا خصم عنيد على أرضه، وجود حضور جماهيري، الأجواء المناخية اللي موجودة، هذه كلها أمور لابد يستحضرها اللاعبين الهلاليين. أن المباراة ما هي مباراة فقط أنك تنهي 90 دقيقة أو يمكن مثل ما أشار بعض الزملاء أنه والله فقط باقي التوقيت وأن نخلص المباراة ونأخذ الكأس ونمشي، لا، راح يكون في خصم عنيد، راح تكون في ظروف مناخية، راح تكون حضور جماهيري، عشان إن شاء الله بنضج التجربة الهلالية بالدعم اللي حصل عليه الهلال بالدعم اللي موجود على جميع الأصعدة، نتمنى إن شاء الله أنه يتوج باللقب ويكون إن شاء الله لقب هلالي سعودي بإذن الله بكرة. عبد العزيز، التعاطي مع هالمباراة يعني ما بين اليورا زي ما قال الدكتور أنه فريق أوراوا فريق سهل، وما بين يرى أنه الهلال قادر على التجاوز وفريق الهلال يعني أعلى كعب من أوراوا بناء على المباراة الذهاب، لكن في النهاية هي مباراة نهائية على مستوى القارة. ما في شك. بسم الله، خلينا نقول المزاج العام بالنسبة للهلال مزاج أكيد هادي ورايق جدا، ودعم يعني غير محدود. أنا في تصوري أن ظروف المباراة في الملعب هو ما سيقدم النتيجة، لا دعم برا ولا هدوء ولا غيره. هي بالقضية قضية فعلا الملعب وما يقدم في الملعب هو ما سيحقق النتيجة. الواحد لو شفت المباريات السابقة والتجارب السابقة للهلال كان وضع الهلال مميز حقيقة في الميدان، لكن لم يستطع أن يحقق نتائج إيجابية. نعم. خلينا مباراة مثلا السد، أحد يتوقع أن السد يفوز عليك 4 هنا؟ مستحيل يعني. يعني كانت الخيارات وكانت توقعات بعيدة عن هذه النتيجة، يعني لولا الهدف الثاني كان أمور مختلفة تمام. شيء نعم. ثاني، رقميا أوراوا أفضل من الهلال ترى على عدد مبارياته والأهداف اللي ولجت في مرمى، ترى هذه مسألة رقمية إذا بتحسبها هذه تمثل إشكالية بالنسبة للهلال. شيء ثاني، الهلال في مباراة السابقة هو خسران ولو أنه كسبان 1-0 على ما قدم في المباراة، والكل يقول ذلك ويصف أن المباراة المفروض تطلع ب5-6 صح ولا لا؟ لكنه 1 هذه تعتبر خسارة للهلال، معناه أنه حتى لو كان مميز في المباراة قد يحدث ظروف في المباراة تمنع أنه يسجل أو أن يضيف أو أنه كذا، يعني عدة أمور تحدث. اليوم الهلال لا يعرف يدافع ترى، ما يعرف ليه هاجم، يعني يستطيع أن يدافع بهجومه بوسطه، قوة وسطه وقوة مهاجميه، لذلك هو دائما ضغط هائل على الخصم. المشكلة إذا الرتم اللي لعب فيه الهلال هنا بيطبقه في هناك قد يحدث نوع من الخلل بالنسبة له، لأنه في خط التنظيم الدفاعي سيتعرض لإشكالات كبيرة. لأن على فكرة أوراوا خسر الدوري ما عنده شيء، بعد تبغى يخسر يقول لك أنا آسيا، طيب هذا تمثل دافع حافزية بالنسبة له، وهذا يمثل يعني يجب الهلاليين على الهلاليين أن يضعوا هذه يعني لا يقللوا من شأن أوراوا، بالعكس كل ما رفعوا من شأنه هم سيقدمون العطاء المميز. التقليل من شأنه أوراوا تأهل، المعلومة يعني ما كان بطل هو في الدوري العام الماضي، هو كان دوري كان بطل الكأس وتأهل نتائج في مباريات اتكلم على المشاركات الماضية مثلا في الدوري عنده ما كان أكيد هو مميز اكيد، بس الان ما عاد عنده الا ايش هذه البطوله، هذه مهمه. شيء ثاني، ترى فرق 1 ما يعني مو هذاك الصعوبه بالنسبه لهم، ايه؟ يفكرون ولا يفكر الهلالي انه النتيجه ايجابيه ويعتمد عليها. نعم. واللي يقول لك انا ابغى اسجل وبعدين اريح، لا تفكر بالارقام هذه، لا تفكر انه بيصير الفرق، فكر ان هذه مباراه جديده، فكر ان يكون فيها عطائك وادائك مميز، هذا نهائي مستقل عن مستقل كل تماما، افصلها، استمتع بالمباراه، لا تكون مضغوط. يعني الان انا دائما ارى ان الدعم الشرفي يضغط اللاعبين صراحه، يضغط الفرق، بشوف عالم وحولي كثير، هذا يضغط لي زياده، خليني مرتاح. اليوم وش يقول هذا مدرب الياباني؟ انا عجبني حقيقه، الهلال مقفل على الاعلاميين وقفل على قد يكون له وجهه نظر في هذا الامر، يبغى هدوء، قلت يبغى مزاج عام هذه. الأوراوي أو مدرب أوراوا شو يقول أنا جبت سمحت للإعلاميين عشان إيش؟ عشان يحفزون اللاعبين، يشوفوا أن الناس ترى والجماهير حتى يا ناس ترى يطالبونكم بأن تقدموا، شوف كيف وجهات النظر المختلفة، شوف كيف ثقافة هذا كيف يفكر وهذا كيف يفكر، كل واحد له طريقته، له طريقته، معناه يعني ما ولا واحد خطأ، لكن هو يرى في طريقته اللي استطاع من خلاله نجاوز جوانز وغيره من الفرق والفريق الكوري، انه يقول هذه الطريقه هي تناسب الان فريقي. الامر الاخر يقول لك المطر يا اخي، اتذكر والله كاس اسيا نلعب كنا وابو حسام اكيد
نجيلها صناعي ولا لا ابو في السعوديه احنا لا سنغافوره كلها طين ومويه ولا عمرنا نشوف اصلا حققنا من افضل بطولات المنتخب السعودي لذلك اداء اللاعب وروحه اختلفت شوي اكيد اختلفت الاجيال في التعاطي هم يلعبون في ما اثر عليهم الاغنيه كانوا يلعبون الله يكرمكم بابوات هذه البسيطه اللي مو هو لا بس ما ذكر عزوان ترى في موضوع المطر قال واذا في مطر كثير بياثر عليه وعليه هذا القصه اللي عزوان ترى ما كان موضوع المطر كان بالعكس يعني يرى انه طبيعي انه لا هو ما فيه تاثير بس الكلام الاخير او الكلمه الاخيره انه الاخطاء الهلال لديه اخطاء نتيجته السابقه يمكن خلت او اكيد المدرب مسجلها وعارفينها اللاعبين وعنده رصد لهذه الاخطاء المهم انه لا يقع في اخطاء لا يتاثر من قرارات الحكم اذا كان هناك تعرف الحكم الان لا فيه شو اسمه فار ولا شيء صح ولا لا هذه مثل إشكالية كبيرة بالنسبة لل أنت انتبه لا تضايق الحكم لا ترد على الحكم لا تتوتر لا توتر زملائك كل هالمباراة خلها في بين يديك لين التعادل يخدمك نعم أقل شيء التعادل نعم وتلعب بأكثر من فرصة في هالمباراة حسين الشريف أنا حقيقة الزملاء قالوا أراه في الهلال وهذا لكن أنا بنظر للهلال من زاوية مختلفة نقول مع احترامي للفريق الأوراوة هو ليس فريق يعني صعب الهزيمة شاهدنا فريق قد يكون لديه يعني أوراق فنية لم تكشف بعد في مرحلة الإياب لكن لا نشعر أن الفريق الإيراني هذا بعبع الياباني بعبع للهلال بالعكس الهلال عندما يلعب بالمستوى المعهود على نادي الهلال وبالأداء المريح للاعبي الهلال أنا أتصور أن الهلال يمتلك فارق فني كبير جدا عن منافسه الهلال وقت ما تكون الإدارة والجهاز الإداري استطاع أن يهيئ الفريق نفسيا هو قادر صاحب تجربة طويلة الهلال في هذا المشوار بطولة آسيا بل هو زعيم آسيا أيضا صاحب تجربة في اللعب النهائيين خلال 5 سنوات هذا أكيد زي ما ذكر أخوي الدكتور محمد إن التجربة لابد يكون هناك مكتسبات تنعكس على المباراة هذه نعم. ثاني مباراة يلعبها الهلال في اليابان فريق متمكن حقيقة الهلال لديه لعيبة مميزين اللي كان يفتقد الهلال في النهايات السابقة اللي هو حسم المباريات الآن أعتقد الهلال يمتلك لاعب هداف وقت ما يكون غوميز جاهز أتصور صاحب خبرة كبيرة جدا مؤثرة مباراة الإياب الذهاب أقصد مباراة الذهاب تعتبر مكسب للهلال لابد يعني إحنا لأن نشوف الصورة من زاوية يعني شوية سلبية الهلال عنده مباراة كاسبة 1-0 رايح لليابان فريق ثقيل يجب على فريق اليابان هو يأخذ يعني نوع من الرهبة من الفريق الهلالي هذا أي. الهلال يمتلك كل الحلول يستعين وقت لكن مرتبط الموضوع هذا بالكامل في تهية الفريق الياباني ممكن يتحسن بس ترى ممكن شفنا نجوم الهلال بعد مباراة الذهب الكل كان يصرح نعم هذا احنا خلصنا شوط هذا جزء احنا خلصنا شوط هذا جزء يعني عند الهلاليين هذا جزء يحسب لإدارة الفريق لإدارة النادي عفوا ويحسب لإدارة الفريق الكابتن سعود كريري انا اشعر ان هذا الروح شاهدناها مع الاتحاد لما كان يتكلم عن نهاية فتصور هذا نوع من الاستفادة من التجارب السابقة لاعبي الهلال في هذه المباراة زي ما ذكرت أبو خالد بالفعل ما كان يتحدثون المباراة حسمت تشعر الهلال لسه بيلعب يعني لديهم الرغبة في تحقيق نتيجة أفضل وأنا واثق جدا ومتفائل جدا بأن الهلال بيقدم مباراة مختلفة تماما الكل يتوقع يقول لك الفريق الياباني في التصفيات وفي هالنيات وطلع فريق الصيني وأنه في أرضه مختلف ما راح انا وجهه نظري ما راح قد يكون افضل من المباراه السابقه لكن ليس الفريق الصعب على فريق الهلال صراحه فريق الهلال ما ينقصه شيء الضعف اللي تكلم عنه اخوي عبد العزيز او النقاط السلبيه اللي يتكلمون عنها ان فريق هذا التكتيك فني ما يعطي مباراه 74 للهلال مقابل 26 للخصم لانك انت هذا فريق لعب نهائي اسيا فبالتالي لابد تكون هناك في نديه حتى في ارضه تتصور ان الهلال حياخذ نسبه اقل من 30% انا مستبعد الشيء هذا استحواذ لان الاستحواذ يعكس هيبه الفريق في الملعب الهلال لو استحوذ على مباراه اتوقع انه هو يسير المباراه بطريقتها مساله الدفاع لو فكر مدرب الهلال وانا عجبني تصريح مدرب الهلال بخصوص المطر لو فكر انه مثلا يعالج يعني يتوقع انه يكون هناك ضغط على دفاعه فتوقع هذه نقطه سلبيه تحسب على مدرب لكن من خلال المؤتمر الصحفي وحديثه انه حتى المطر رساله للاعبين ترى حتى المطر حديثه المؤتمر الصحفي طيب دقيقه روح المؤتمر الصحفي للمدرب الهلال رزفان لوشيسكو نو
في مباريات النهائيه كل الظروف يجب عليك انك تقدر تتاقلم وتتعامل معها. مباراه بكره ايضا من ضمنها اللي هي عامل الجو نتاقلم معه. من الناحيه الثانيه انك تجتاز كل النواحي هذه يجب عليك انك تتحلى بالروح المطلوبه انك تقدر تجتاز اي عقبه يعني تكون في طريقك. متسلحين احنا ايضا من جانب الحماس وهذا شيء حلم بالنسبه لنا فحنسوي كل شيء. بكره اللي حيطلب منا المشاركه يجب منا انه يؤدي، هذا المتوقع من كل لعبتنا. بكره يوم مختلف يعني حنشوف المجموعه كلها جاهزه والكل حيكون في يعني اكمل جاهزيه ممكن انه يؤدي يمثل الفريق باعلى تمثيل. ارضيه الملعب ارضيه ممتازه جدا، ان اثرت عليها الامطار غدا فالمشكله راح تكون على جهه واحده وعلى فريق واحد فهتضر الجانبين. احنا علينا بالتاقلم والتعامل يعني بافضل الطرق الممكنه. كانه الجزئيه الثانيه يعتبر من افضل اللاعبين السعوديين في مشاركاته المستمره، يعني كان دائما في اداء عالي، سوى موسم كويس يعني من بدا العمل مع المدرب كان في استمراريه ممتازه. من افضل اللاعبين يعني بالنسبه لنا على مستوى الكره السعوديه. لسوء حظه يعني في ذاك الوقت اصيب يعني في مباراه في البطوله الاسيويه ايضا في الدور اللي هو ما قبل النهائي. لكن ما يخص جاهزيته في الوقت الحالي فهو جاهز تمام الجاهزيه. انه تطرقت لجزئيه انه المباراه حتكون صعبه، مباراه بدايه قال ان فريق اوراوا فريق يعني الكل يجب عليه انه يحترمه، لانه ما هو من السهل ايضا انك تصل الى نهائيين في غضون 3 سنوات وانك تفوز في واحده. فاحنا عارفين الامكانيه اللي نملكها، احنا عارفين الجزئيات اللي حنلعب عليها، متسلحين بالثقه بالتعامل الصحيح يعني وردات الفعل الصحيحه بكره قدم. يعني نلعب باسلوبنا احنا المعتاد، احنا جينا هنا عشان نفوز ايضا في المباراه ونحقق اللقب. طيب من رزفان خلونا نروح للمؤتمر الصحفي لأوتوسوكي مدرب فريق أوراوا الياباني. نأمل أن يساعدنا الجو بحكم برودة الطقس في اليابان أن تساعدنا على تحقيق الفوز في مباراة الغد. الفريق مكتمل في مباراة الغد، لا توجد أي غيابات. أن التدريبات مغلقة لذلك لا يمكن الحديث عن أي شيء يتعلق في التدريبات. يبدو بأنكم لديكم مزيد من المعلومات، لما أقول أنه مصاب فهو مصاب، غير مصاب غير مصاب. الإجابة كانت بأنه اليوم حب أنه يشعر اللاعبين بالمسؤولية، حب أنه يشركهم في مع الجمهور بحيث أنهم بكرة يردون هذا المعروف للجمهور، يردون هذا الدعم ويقدر الجمهور اللي حضر اليوم ودعمه المستمر للفريق. いつもね、選手にもスタッフにも言ってます。次のゲームがいつも大事な最大の、なんていうかな、我々が努力しなきゃいけない試合は、いつも次の試合。جواب المدرب ان كل تركيزه على مباراة الغد. いつもね. حينما تيت للمؤتمر الصحفي انا احاول ان اتكلم كثير. لكن لما نتكلم عن الاداء انا امتلك فريق اداء جدا عالي. وفي مباراة الغد نأمل أن نواصل هذا الأداء. علينا أن نتحكم بأنفسنا في مباراة الغد، نتحكم من جميع النواحي، من الناحية العاطفية، من الناحية البدنية، ونتمنى أن ننتصر في مباراة الغد. وقفتك أبو خالد في كلامك، أنت بتعلق على كلام رزفان في المؤتمر الصحفي. والله أنا أشوف المدرب الهلال تكلم بإيجابية لفريقه بثقة، منح لاعبيه ثقة في أن أي مؤثرات خارجية إمكانياتكم العالية جدا ممكن تصير مباراة، واللي يحدث في المباراة حيكون على الفريقين سواء الفريق الياباني أو الفريق الهلالي، وأنا أعتقد هذه مؤشرات إيجابية. أنا أشعر في المباراتين من الذهاب في هناك طاقة إيجابية تبثها إدارة الهلال وإدارة الكرة والمدرب للاعبين من أجل اكتساب الثقة في كسب المباراة، عكس تصريح مدرب الفريق الياباني اللي يحاول أنه يستفزع بالمناخ من أجل إيقاف الفريق الهلال في مثل هذه المباراة، بينما مفترض عليه كان يتحدث عن إمكانيات لاعبية وقدرة لاعبية على التعويض، قدرة المباراة زالت. لذا أنا أنصح لعبت الهلال حتى لو سجل هدف الهلال، حتى لو تأخر الهلال بهدفين ما تنتهي المباراة، لسه
في هدف ممكن يعطيك بطولة للهلال، وبالتالي عدم الركن ان هذا الفريق يلعب تكتيك مختلف في على ملعبه ممكن يحقق نتائج مختلفة يمتلك. انا اللي شاهدناه في الرياض صراحة كان حمل وديع بالنسبة للهلال. اذا الهلالية عفوا ابو حسام، اذا الهلالية تعاملوا مع المباراة نفسيا بحيث انه ما يكون هناك في ارتباك مع بعد هدف، لان الهلال قادر على التعويض. فيه يعني الجميع يمكن اكيد متاكد انهم ملاحظين في ملاحظه على فريق الهلال الحالي يختلف عن هلال 2014 امام سيدني و2017 امام اوراوا. الهجوم الهلال الان يملك هدافين ويملك هجوم اقوى بكثير. صحيح. من 2014 و2017 العنصر الاجنبي قصدك ابو طبعا خصوصا 2017 يعني لما تشوف الان كاريليو وغوميز لا يمكن تقارنهم مثلا بناصر الشمرالي وبياسر القحطاني على سبيل المثال، ولا يمكن تقارنهم ايضا بخربين وادواردو، رغم ان ادواردو مؤثر ولكنه اصيب في 2017 وحتى خربين خرج ايضا في الاياب صح مصاب. لذا طبعا اي بطوله لا يمكن تحققها بدون هجوم. الهلال في 2014 2017 ما كان عنده هجوم حاسم عشان كذا هو خسر البطولتين. نعم البطوله الحاليه تختلف، وانا متاكد صحيح. ان الهلال راح يسجل في اليابان لا يقل عن هدف بكره راح يسجل ممكن تنتهي يخسر مثلا الفريق الياباني يجيب اكثر من هدفين هذا شيء اخر. إيه؟ لكن هجوم الهلال قادر على التسجيل في المباراه. طيب واتوقع المدرب الهلال ما راح يكل الدفاع في مباراه مثل هذه، لان امتلك زي ما قال ابو حسام خط في المقدمه فريق هجومي والهلال بطبعه. إيه؟ فاذا افتقد هذا الميزه الهلال يفقد نصف قوته. إيه؟ لذا اتوقع انه يستمر في نفس الناس مدرب اوراوا. بس وتعقيبا على كلام الاستاذ حسين، تقريبا تعليقاته دائما غريبه وتصريحاته دائما غريبه. انا اذكر قبل مباراه الذهاب قال ان بنفوز بكميه كبيره من الاهداف تريحنا، وبعد المباراه مهايطي فانا بخسر للنقطه ذي. يعني فعلا يعني كان يهايط في التصاريح، وبعد المباراه قال كويس انه ما جابوا هدف الوعد في الاياب، والان يقول ان شاء الله يساعدنا بروده الجو اننا نتفوق على الفريق الهلالي. انا ما ادري هل هو تكتيك ولا هو فعلا الهياط ذا موجود حتى في اليابان. نستمر معه نكهه يابانيه. نص البيع كلام ترى. يعني قد يكون يرمي بعض الاشياء عشان ما يتسال عن بعض الاشياء، تعرف هذا شغل اعلام بعد. يمكن قال حسين المفروض يعطينا تفاصيل عن فريقه وكذا، خليني ارمي لهم بعض الافكار يفكروا فيها ويخلوني انا بعض الافكار واكلها في الرياض. خلي بعض الافكار مجنونه يعني. شوف سالم ما حد يحاسبه على كلامه. لا اذا كان اذا حقق نتيجه ما راح احد يحاسبه على كلامه. صح ما حقق في الرياض استاذي. اذا كان المدرب بهذا الفكر ما شفنا قدم اي شيء مباراه الدار. اذا كان هو قاعد يفكر انه يمارس هذا اسلوب نوع من الضغط. سالم انا ارجع اقول كان فريقه سيء اصلا طوال مجرد ان قيمناه على اداء فقط امام مباراه الهلال. شوف امام جوانز وامام الفريق الكوري قدر يحقق نتائج ايجابيه، شلون لماذا استطاع يحقق نتائج وبفرقات في الاهداف كبيره مميزه ونتائجه مميزه وعدد الاهداف اللي دخلت في مرمى قليله. لا لا كل هذه نتائج كلها ما في واحد زي الهلال. لا لا, 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 لا انت بتحكم عليه فقط في مشوار اسيوي. انا اقول قدر يحقق، قدر ما دام قدر يوصل هو طرف اخر. انا يظهر لي المدرب ما دام هايطي للمدرب حقه ويوصل طرف نهائي. يا سلام شوف المدرب يوصل طرف نهائي وبيهبط الدوري. مثلا فريق ضعيف اوراوا فريق ضعيف الان نتكلم عنها، فريق ضعيف وهو ولازم يلعب هاللعبه بالشكل هذا. جل الرياض قال بفوز عليها بكميه كبيره، وجل الان يقول اجواء. وش معقول انت الان فريق ارضك تجي تقول لي اجواء ما تساعد بتساعد؟ ايش دخل براسي اذا كنت انا افكر زي الناس تقول لي الاجواء؟ هذه اجواءك انت. هو ما يقال للاعبين يا اسامه غير ما يقال للناس. المفروض انك انت كمدرب تقول هذه الاجواء هي بتساعدني اني اتغلب عليها. انت تعرف ايش قال للاعبين؟ وش اعطاهم تكتيك وش ما وانت تعرف ايش قال للاعبين؟ طيب ممكن يكون نفس الكلام. نبني على التصريح. هو ما دعم فريقه، يقول ادخل الجمهور يدعموا الفريق. وش المدرب يدخل الجمهور يا ساكن عنده تصوري الهلال سيطر وسيطرة كاملة على المباراة بفكر إيه لو هذا لو أنا في مقياسك مقياسك على الفريق مو فقط في البطولة الآسيوية، الموسم كامل. يعني ما في فريق يلعب لك هنا بعطاء كبير وهنا هو مستوياته متذبذبة. ترى عنده 13 هزيمة في الدوري الياباني. طيب فريق منهك. طيب خلينا نروح أنا لرابطة الدوري المحترفين السعودي. قدمت فيديو تحفيزي لنادي الهلال قبل مواجهة إياب نهائي دوري أبطال آسيا. عشانك تقدر انهض بموجك العالي اللي يقلب بقوته موازين من حديد. موج عالي والبحر غدار يلي تدفع
وغاص البحر تجنب امواجه. وعشان التاريخ علم هالجيل كيف الامجاد كانت وكيف تكتب المجد من جديد. واذا سئلت عن الهلال فقل لهم هو فرحة الايام للاجيال. قلب بطرفك في السماء وحسنها، هل زانت الدنيا بغير هلال. وعشان الوطن وعشان وقفة سمو ارفع الصوت وسمع كيف الشموخ السعودي يفرض هيبة رجوع سمو يلعب. سيدي الأمير محمد بن سلمان يقف مع ممثل الوطن في 4 طائرات خاصة لنقل جماهير الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا باليابان. بعون الله ترجع واللقب يرجع معاك. طيب خالد يعني تعليقك على التحفيزي جميل جدا جميل صراحه وحفزنا احنا ما احنا معهم هناك اليابان. بس ارجع واقول التحفيز الكبير جدا هي اهتمام كل يعني شرائح المجتمع بهذه المباراه بدعم الهلال واحساس لعيبه الهلال بان وطن بالكامل يقف خلفهم في مثل هذه المباراه اكبر تحفيز للاعبين وايضا دعم سمو سيدي ولي العهد بتوجيه 4 طائرات تأكيد يعني احنا شعرنا بها كإعلام وكجمهور ان هناك فعلا تحفيز للاعبي الهلال وفعلا تحفيز لإدارة الهلال وكل الوسط الرياضي الان ينتظر انجاز للوطن يتحقق من خلال الهلال ان شاء الله. لكن للاعبين انفسهم لابد ان الإدارة والجهاز الفني الإداري والفني يخفف الضغط على اللاعب بحيث يوصيه او يتكلم معه في جوانب غير فنيه لان لعبت الهلال اعتقد الان جاهز 100% ابو خالد معد من افضل مباريات السابقه. ليش الهلال يندعم وليش سمو العهد ارسل 4 طائرات ليش؟ ترى هذه جزء من الرؤيه اللي سمو العهد قرر انه الرياضي كلها يعني جزء كبير من الدعم من يعني هذه المليارين والخمسين تكون حاضره قاريا على مستوى الانديه على مستوى المنتخبات على مستوى الاولمبي على مستوى خاد المليارين والخمسين اللي دفعت للانديه في بدايه الموسم جزء من الرياض يعني الدعم الناس يعني اللي تكاثروا الدعم على الهلال اللي بدوا يرمون انه والله ليش يدعم الهلال وليش انتم الان لو يقولوا لي ليش ما نطلع فاصل انا اقول افهموا الرياضه لانه ان هدفنا في البدايه إيه؟ انه الرياضه يعني رياضه السعوديه تصير في المقدمه وسمو ولي العهد هو اللي يقود هالدفه انه يرى برياضتنا تحقق الانجازات تحقق طيب واكبر طيب دعم سمو ولي العهد كرياضه للفتره الحاليه وليس دعم نادي عشان تفصل في الموضوع دعم وطني يعني قلت يعني ما هو الهلال مثل الهلال اليوم الهلال مثل الوطن ولو كان الاهلي او الاتحاد او النصر في محل الهلال يحظى بنفس الدعم هم يمثلوا وطن ما نقول شيء. طيب انا بروح الفاصل نروح الفاصل ونرجع نكمل مع ضيوفي. يا هلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج الديوانيه وضيوفه حسين الشريف عبد الكريم الزامل عبد العزيز اليوسف دكتور محمد الناصر سالم الاحمدي اسامه النعيمه مع حفظ الالقاب. مستفز هذا الغياب لمن لا يعرف ان يغيب، مستفز لمن اعتاد ان يكون اول صفحه في المجد وزعيما دائم. لقب اسيا في عين الهلال يحكي قصتهم معه. سامعنا رحت بعيد انت مع الله يعني حمسونا قبل يمكن
المباراة ودخلنا في جو المباراة اتمنى نلعب معهم. الهلاليين يعني لهم هالمرة بشكل كبير مع كذا محاولة مع كذا خلنا نقول خبرات متراكمة على مستوى النهائي انه هذه المرة يجب على الهلال انه يظفر بهذا الكأس. خليني اقول لك عبد الرحمن شف الهلال في 2014 و 2017 يظهر لي انه ما كانوا يعني مهيئين بشكل كانوا بس وصلنا النهائي وضامنين بطولة وبنلعب كل هالأشياء كانت هاجس. يعني أذكر في 2014 يعني الموقف هذا ما أنساه مع المدرب حقيقة اللي أنا مدرب أعتبره التعيس لما حضر الهلال هو اللي بريجي كام لما دخل مؤتمر الصحفي لابس الثوب والشماغ أنا أوكي أقدرك وأحترمك بس ليش تلبس يعني أنت الآن كأنك تستهين بال فريق الخصم من المباراة ما تعني لك شيء المباراة عادية وبنكسبه رغم اللي هي كان خاسر في سيدني 1-0 فتجي بالشكل هذا يعني أنا كلاعب يعني معليش أثق ثقة كاملة أنه منك يعني بنفوز المباراة مسأت بس وقت إيه بس أسامة هنا ما قصته في المباراة دي لا دخل مدرب فيها ولو كان التحكيم هذه اللي نتكلم عنها تقول بس مو بسبب الخسارة أنه حضر أنا أقول هذه التهية أنا ما أقولها أقول سبب التهية الهلال كنا التهية اللي نختلف عنها يعني التهية اللي صارت الآن في بعد مباراة بس أسامة فاز فيها الهلال بتبتوه لا 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 أبدا ما حضر كان عنده جانب نفسي يقول النفس داعم بالعكس أنا يظهر لا بالعكس أنا والله لا والله يسلم أنا أقولك جد لأن أقولك الثقة يعني فهد بن نافل لما سألوه بعد مباراة أوراوا هذه وقالوا له مبروك ووصلت قال لا لا بدل قال كله أوكي بس أنا عندي 90 دقيقة باقي لسه يعني لسه بدري إنك تبارك خلونا قدام سيدني هنا لا مباراة سيدني كان يعني هي شبه ضامين للبطولة استعدوا للاحتفال يعني حتى كان على ما اعتقد سجل اغاني و اشياء كثيره يعني عملت وقنوات حوارات واشياء كثيره ما ودي اتطرق لها في ذكر الفتره 2017 نفس الشيء رجع نفس السيناريو ما يعني ما في ذيك التهيئه اللي الهلاليين المره هذه لا يختلف شيء كبير يختلف بعيداً. رغم ان الناس دكتور رغم الناس قالوا انه والله في دعم كبير وفي 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 نشاهد الحين التحفيز يمكن اثر ام لا انا اقول الوقت هذا يختلف كليا بس من يقود المشهد الهلالي الان يختلف الوليد بن طلال اختلف لا والله في اختلاف لا انت تتكلم عن رجل اعمال ناجح يختلف انا معك عمل عنده مع غيره من الآخرين يعني يعرف كيف يحقق النجاح يعرف كيف دائما رجال الأعمال ما يتكلمون ما يتحدثون يدعون أعمالهم تتحدث عنهم مش كثير في في يعني بين قوسين ما عندهم هياط عندهم عمل 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 بس هو المعطيات أبو حسام أنت اللي ذكرت مو نقطة مهمة يعني اللي تكلم عنها الزميل أسامة الآن إنه والله قبل كانوا يستعدون الآن معطيات مختلفة ذكرت الجانب الهجومي في الهلال صح. ذكرت وجود الأجانب عدم وجود إصابات التجربة الثالثة فايزين في مباراة الذهاب ترى المعطيات اختلفت تماما يمكن هذا كل ما حس أنه أقرب لللقب كل ما يعني كان هدوءهم أكثر وثقتهم أكثر لا بالعكس هذا معطيات مختلفة بالعكس يا دكتور هذا يعطيهم الأمير وليد بن طلال أنهم يتفاعلون أكثر ويتحدثون تجهيز أكثر الفريق. لا بس يسألك يقول شو علاقة الوليد بن طلال في تجهيز الفريق الأمير الوليد إيش علاقة الوليد بن طلال في تجهيز الفريق العناصر معظمهم جابوا كابتن سام الجابر المؤثرين في الهلال ابو خالد معظم اللاعبين كانوا في 2017 موجودين خلينا الامير نواف بن محمد موجود الامير نواف بن سعد موجود الامير فهد بن محمد موجود يا اسامة داعمين ما اقول ما دعم الفريق لحظه بس دعم خلنا نسمع وش يبغى يقول دقيقه ابو حساب يقول الوليد بن طلال رجل هلالي ورجل وطن قبل ما يكون هلالي وله مساهمات في الانديه كلها لكن الفريق هذا العناصر والتشكيل والمجموعه كلها يعني حرام نصادرها او نختزلها في شخص واحد يعني في نواف بن سعد هو من احضر ادوارد واحضر مجموعه كويسه سامي الجابر هو الاكثر احضارا للاعبين للمجموعه الحاليه ايضا بالنسبه للاداره الحاليه بحضورها المدرب وان كان المدرب انا في وجهه نظري النسبه الاقل مقارنه باللاعبين فبالتالي العمل لا نختزله في شخصيه او شخص نواف الامير وليد بن طلال اكيد له مساهماته له يعني وقفات التاريخيه مع نادي الهلال لكن حقيقه في مثل هذا الفريق
في اكثر من عنصر مساهم في صناعه الهلال. اتوقع الهلال اللي نشاهده الان حتى العام الماضي الهلال كان جيد لولا بعض الظروف اللي مرت الهلال ساهمت في استبعاد رئيس النادي ساهمت في استبعاد المدرب اثرت على الفريق رئيس الهلال الحالي فهد بن نافل مع الامير الوليد هذه الربط اللي يمكن ابو حسام بهالطريقه حتى فهد بن نافل مع احترامي والداعم له في الانتخابات يعني الداعم له في الانتخابات ما نتكلم عن قلت وجهه نظرك بس خلينا نسمع الرد تقول الحقيقه اولا يمكن ابو خالد ما ركز معي المتعارف عليه في الأندية أنه عمل تراكمي هذا هو المتعارف عليه نعم. في الأندية لما أتى الوليد بن طلال أنا أعتبر عراب الهلال الوليد بن طلال نعم. شيء نام أبينا يعني هو من يقف خلف فهد بن نافل وفهد بن نافل ينفذ سياسات الأمير الوليد بن طلال هذا معروف هذا يعني ما يحتاج أن خلينا نقول عراب الإدارة هذه مو عراب الهلال نعم مو عراب الإدارة عراب الهلال اسم لا هو عراب في الفترة الحالية عراب الهلال هو الأمير الوليد بن طلال هذا شيء ما بينه وداعم بارز للهلال بارز على تاريخ الهلال تاريخه مع الهلال أنا بتحدث عن العمل تراكمي في الهلال الأمير الوليد بن طلال أو اللي إدارة الهلال تمثله الآن نعم وتمثل سياسة الأمير الوليد بن طلال العمل التراكمي اللي موجود الإدارة الحالية أضافت له الشيء الكثير ترى العمل التنظيمي الجهاز الفني الإضافات الاستبدال اللاعبين العمل المؤسساتي نعم وعمل مؤسسات وبعدين لمعلوميتك ممكن أعطيك فريق مرصع بالنجوم ولا تقدر تديره ما وتفشل معاه ما هي القضية قضية بس والله نجوم نعم. الأمر الآخر أنا أتكلم أنا والأخ أسامة على عملية السياسة الإعلامية اللي قاعدة تدور حول الهلال اللي العمل بدون كلام هذا الحين قاعدين نتكلم عليه احنا ما نتكلم عن تكوين الفريق هذا يعتبر جزء ولا اللاعبين يعتبر جزء يعني سياسه الاعلاميه يعتبر جزء اختلفت عن 2014 2017 انا اعتبر جزء سياسه الاعلاميه في نادي الهلال هذا الموسم هي سياسه رجل اعمال قلت لك يعمل ويد اعماله هي من تتحدث عن هذا ما يحدث في الشركات تعرفون انتم نظامها يعني نظامها نتائج ماليه ومشاريع وارباح بدون حديث اعلاميه ما بدون حديث اعلاميه ابرز عناصر الهلال المشاركه الان احضرت العام الماضي كان جوميز كان كيريلو هو قال لك العمل أوكي. العمل تراكمي إيه بس يعني العمل كلهم لهم جزء العمل بس إيه؟ ميزه ممتازه تحسب للاداره الناجحه إيه؟ واداره فهد بن نافل حتى الان خلال هذه تقدم عمل جيد طيب. لكن لا نختزلها كل الوصول الهلال وتجهيز هذا الفريق القوي في اداره فهد بن نافل ولا في شخص مولا ولا نقصيها برضو ولا نقصيها هي. بس يعني هي الاداره اللي تعمل بهذه الطريقه وهذه الطريقه فكل اداره انت عليك انك تقول انها عمل قدمت عمل بعدين تكمله كاس اسيا هي من العام الماضي من عهد سامي نعم. وعهد الامير محمد بن فيصل هي استكمال طيب يعني ما تقول تقول لا والله انت فهد بن نافل انت الوحيد لا هم صحيح. هذا اللي ياكد كلام ابو حسام انه تراكمي انه ما جاء فهد بن نافل ونسى في الشيء هذا كله للهلال بالعكس سريع ما اظن ان كان الصخب حول الهلال او الضجيج حول الهلال او حتى في الهلال كان له دور في قضيه تحقيق النتائج لا نخدع ما يسمى الضجيج عبد العزيز الصحابي يعني ايا كان لان الضجيج شوي أي كلمه الصخب لا يعني او الضجيج النهائي عبد العزيز الان بكره خلينا نقول الزخم خلينا نقول الصخب الضجيج مو بزين الزخم اللي طيب. تعتبر طيب. كلمات شوي سم طيب. الزخم اللي حول الهلال كان كل الفترتين ما كان ذاك الشيء اللي ممكن ياثر على اللاعبين وعلى اداء الفريق في شو اسمه تعرف المشكله عبد العزيز يعني القضيه زي ما نتعامل مع نتائج خلينا نصير واقعيين هذا كلام انفسنا هذا نتعامل مع نتائج النتيجه هي اللي ابو خالد هي من يسوق بس خلينا نقيسها فنيا اسمح لي ثانيه واحده عبد العزيز انت اخذت من لساني كلام ابو حسام يتغير لو السد انهى مباراته الاياب هنا وقيل رزفان قلنا العمل كله كان عشوائي في الليل لكن احنا للاسف في انديتنا النتائج هي اللي تجعل الادارات ناجحه وفاشله نتائج لا والعمل اللي يسبق المباريات الكبيره ما نتكلم عن العمل حتى لو خسر من السد إيه؟ الهلال في عمل صحيح لا بس كان في سقط على المدرب في تكتيك بغض النظر لكن في عمل لا 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 ما نختلف على العمل السخط اللي يحصل على المدربين عندنا هنا في السعوديه هو عاطفي ما له علاقه بالتقييم الفني للاسف يعني العاطفه متى تحضر وكثير من المدربين راحوا ضحيه وخسر قناتهم الكره السعوديه بسبب التقييم العاطفي والهلاليين يبغونه أقيل جسس العام الماضي والهلال يبغون لأن أحد العام في الهلال استثنائي طبيعي أنا قصدت كلامي ولا أقطع كلام أنا أقول لك أضرب مثال أنا قصدت من الكلام أنه النتائج دائما هي اللي تجعل العمل اللي سبق المباراة المهمة هو كان عمل إيجابي صح. أو كان عمل سلبي إذا صارت خسارة قالوا والله العمل اللي قبله هم كان عندهم الجزئية هذه لو تعاملوها بهذه الطريقة كان ممكن يكسبوا موجود كل الأندية موجود كل الأندية عبد الرحمن أكمل بس جزئيتي عبد الرحمن بينما لو فاز قالوا كان العمل اللي سبق المباراة عظيم.
عظيم. بس يا ابو خالد، ابو خالد الهلال لو خسر بكره لازم على الله بيض الله وجه الإدارة. ما نعم. قصرت حتى النهاية سوت اللي عليها. التقييم الحقيقي أنك تقيم عمل كامل على مدار يعني الموسم. وخسر اللي أسمع على بكرة برضو شكر رزفان واصل مقدم اللي عليه. طب خلني بروح الموضوع ثاني برضو يخص الهلال وهذه المباراة، بس بروح باتجاه مختلف على اتجاه صحفي. يمكن احنا تابعنا مقطع انتشر في سناب الزميل العزيز خالد العليان، سناب رياضي، وكان يعني هذا المقطع للمؤتمر الصحفي لمدرب اليابان وكيف كان التعاطي الياباني مع هذا المؤتمر. خلينا نشوف المقطع. حسن الشريف، كيف تعلق على هذا المقطع ومن أي زاوية أنت شفته؟ والله أنا أودي أعلق عليه من زاويتين. الزاوية الأولى إن حقيقة حاجة مهارة عالية جدا إنك أنت بتنقل الحدث بهذا السرعة بهذا التقنية العالية بهذا الإمكانيات اللي تتمتع لها كإعلامي، إنك أنت هدفك في الأساس إنك تنقل التصريح أو الحدث الرياضي لأمامك. وانظر له بزاوية أخرى إن حقيقة إحنا كسعوديين وبما فيهم أنا لاحظ في المؤتمرات الصحفية سواء للمدربين في المنتخبات أو في الأندية يهتم الإعلامي السعودي بالسناب بتويتر، لا يهتم بأن يدي عمله بحرفية وأمانة مثل ما شاهد في هذه اللقطة بالوسيلة يعني. أو حتى بالوسيلة شاهدناه بهذا الشكل الجميع جالس يعني طغى موضوع السوشيال ميديا على الرأي الإعلامي وطغى كمان العملية انك انت والعمل الصحفي اصنع السنابي مثلك شخصيا ايه؟ السنابي او تويتر او حسابك الشخصي مثلك انت شخصيا، لكن من خلال هذا اللقطة حقيقة والتصوير الرائع للزميل خالد. اول شيء انا اشكر خالد العليان لان استاذنته في المقطع وسمح لنا نعم ايه، وايضا كمان للفريق عمل اللي اخذ هذا المقطع نعم بشكل بحرفية عالية جدا. اتصور ان بهذا المقطع احنا لازم ننظر لنفسنا احنا ايش نقدم كوسائل في المؤتمر الصحفي، حتى في طرح الاسئلة، حتى في مناقشة المدرب او يعني حديث محمد الشلوب عن الاعتزال في مباراه مثل هذا كابتن فريق المفروض يكون تركيزه كله على المباراه، وهو قال سالونا عن المباراه نعم. فبالتالي حتى احنا في 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 مناقشتنا للمؤتمرات الصحفيه او حضورنا الاعلامي هذا السطحيه ليس لابو خالد قصدك ها ان في سطحيه في الاسئله في بعض الاسئله مو وقتها معظمها يعني مو انفعاليه اذا كان الفريق مهزوم ولا يمثل انفعاليه نعم. عفوا بس اذا كان الفريق مهزوم في هناك اسئله انفعاليه تجاه المدرب تجاه اللاعبين، اسئله يعني صراحه فيها نوع من غياب المهنيه في طرح السؤال هذا النقطه الاولى. النقطه الثانيه في حتى احيانا يكون غياب للاعلاميين على المؤتمر الصحفي للفريق قد يكون مدرب بدون جمهور او مدرب بدون اعلام في عدم في عدم يعني ابغى تخلص ابو خالد خلاص اي خلاص ما دام سالم خلاص سالم يلا سالم انا بس عشان نروح للمواضيع الثانيه تفضل. لا بس استكمال الحديث ابو خالد، ترى اغلب المؤتمرات الصحفيه اللي تقيمها الرابطه في مباريات الدوري السعودي ما يحضر الزملاء الاعلاميين، العدد اربع لاعبين اربع اعلاميين يكتمل العدد، اذا ما حضر احد يلغى المؤتمر اذا ما حضر العدد هذا. فبالتالي في كثير من المناطق عندما كنت في النادي الاهلي ما تشوف الاعلاميين في قاعه المؤتمرات، تطلع برا عند البوابات تلقاهم زي ما ذكر صورون سناب مع اللاعبين مع نجوم الفريق. هذه اشكاليه كبيره جدا على الزملاء الاعلاميين اليوم. يعني السؤال ترى من حق المنسق الإعلامي في نادي الهلال أو مدرب الفريق والكابتن محمد الشلوب يرفض سؤال اعتزال الشلوب، لأن دائما الحديث في مثل هذه المؤتمرات فيما يتعلق بالمباراة فقط. فلك الآن إحنا عندنا حالتين على الإعلامي السعودي والإعلامي الياباني، كانوا كلهم منهمكين في كتابة ما يدور في المؤتمر الصحفي، بينما الإعلام السعودي يعني يسأل الكابتن محمد الشلوب عن اعتزاله. يعني شوف القابل الكبير في 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 الثقافة الإعلامية لدينا. صحيح. لكن للأسف الشديد الكثير من خلينا نقول الصحفيين الميدانيين تفرغوا لحساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وسيلة الإعلامية يزودها بالخبر بعد 10 دقائق ربع ساعة من بثه في حسابه الشخصي. هذه إشكالية كبيرة تسأل عنها مين؟ وحيما يروح الصحفية. المؤسسات الصحفية عندما تكلف شخص بالعمل الميداني ثم تتفاجأ أنه ينشر
قبل هذه الوسيله. المفروض انه يكون انت ادرت اكثر من مره. نعم. المؤتمرات الصحفيه انا منسق اعلامي في اتحاد اسيا وادرت المؤتمرات. نعم. الصحفيه وانا اول ما اجلس على الكرسي قبل لا نبدا المؤتمر الصحفي اقول في حدود المباراه في حدود المباراه. نعم. فقط اي صحيح. سؤال يكون خارج الاطار ترى انا اللي انا مو مدرب والمترجم انا بقول لا معلش. طيب. اعطي السؤال على المباراه فدائما اسويها بالشكل هذا. تسمع الصوت هذا تك 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 كاين حلقه خاصه لا نهايه التصوير هروح الفاصل وارجع اكمل مع ضيوفي. يا هلا ومرحبا فيكم مره اخرى في برنامج الديوانيه. خلونا احنا ندخل كذا على ملف دوري كاس الامير محمد بن سلمان ونروح لمباراه الاهلي والفيصلي واللي كسبها الاهلي. لكن خليني قبل ما اتناول المباراه وتفاصيلها اروح للتغريده اللي غرد بها حساب النادي الاهلي على تويتر وقال فيما يخص اللاعب محمد العويس اثبتت الفحوصات الطبيه الاوليه التي اجراها لاعب الفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي الكابتن محمد العويس عن اصابته بكسر في عظمه الوجه وحاجته لمزيد من الفحوصات والاستشارات الطبيه خلال 48 ساعه المقبله لتحديد برنامج العلاج والتاهيلي ومده غيابه عن ممارسه النشاط الرياضي. نتمنى السلامه بالتاكيد للنجم الكبير نجم الاهلي والمنتخب السعودي الكابتن محمد العويس. هنروح المباراه الزميل رياض المزهر كان له حديث مع مدرب فريق النادي الاهلي جروس وايضا المدير التنفيذي لكره القدم في النادي الاهلي. احنا فزنا اليوم الحمد لله هذا شيء كويس بس انه خسرنا اليوم كما كذا اصابه والإصابات هذه أثرت علينا وإن شاء الله أنها تكون ترجع وتكون ريكفري للفريق والفترة حقة الفيفا للتوقف هذه راح تكون مؤثرة شوي ويقول هو هابي في نفس الوقت يعني سعيد وفي نفس الوقت أنه يأمل أنه يرجعون اللاعبين بالمستوى اللي كانوا فيه أول. Look, the whole team has to improve. We first of all. عادة يعني نلعب في أرضنا ونعاني مع فريق لأول 25 دقيقة فإحنا أكيد إن راح نحاول نسوي improvement اللي هو نحاول نحن نطور في الموضوع ذا في المرات الجاية خصوصاً إنه في أرضهم. And especially the first 20-25 minutes. الأستاذ أحمد بامعوضة المدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي نرحب فيك مبروك اليوم ثلاث نقاط مهمة تعيد الأهلي للأجواء وتعيد أيضاً للمنافسة الدوري. الحمد لله رب العالمين فوز مستحق بعد توقف لأيام الفيفا ثلاث أهداف وثلاث نقاط جديدة في سلم الدوري تقربنا من الصدارة بإذن الله. كيف الأمور الفنية كيف قادر جروس يتعامل مع فترات التوقف الطويلة اللي حاصلة مع الفريق؟ والله هي جدا صعبة قمنا في فترة التوقف هذه مباراة ودية تقريبا احنا غايب عندنا من 14 ل 15 لاعب غير الإصابات كابتن خالد البركة عانى من إصابة مباراة الفيحاء الودية فأنت بتنقص أكثر وأكثر بس الحمد لله رب العالمين. بعد نتيجة اليوم مش كان الحديث في غرفة الملابس؟ حديث إيجابي الجميع مبسوط الآن برضو في تقريبا توقف للدوري نروح لكأس الملك من تاريخ 4-7 ديسمبر الناس مبسوطة الحمد لله رب العالمين والله يوفقنا يا رب. من ناحية أنه في خلاف أعتقد أنه الخلاف واضح للجميع لكن في الأخير أعتقد أنه المشرف العام لكرة القدم أمير منصور بن مشعل ورئيس النادي المهندس أحمد الصايغ جميعهم هم مصلحة المكان وهم من الأهلي ينتصر وبالعكس هم على تواصل دائم مع الفريق على تواصل دائم مع اللعيبة على تواصل دائم مع المدرب الاثنين وكلهم مصلحتهم أنه الأهلي يفوز. صحيح أنا ما أنكر تواصلهم مع الفريق موجودين هذا رئيس وهذا مشرف فكيد التواصل موجود أستاذ أحمد لكن أنا بكلم التواصل ما بين الاثنين في مصلحة الفريق. لا تواصل جدا ايجابي اللعيبه عارفين انه هدفهم تحقيق نتيجه بوجود الرئيس او بوجود المشرف او بوجود احمد بمعوضه وسين كان من الناس في الاخير البطوله حتنحسب للنادي الاهلي وللعيبه اللي حققوا البطوله. سؤال مهم احمد اسمح لي فيه رئيس النادي لما يضاعف مكافاه اللاعبين خلال مباراه ما من فين يجيب الدعم المالي لانه انا متاكد مليون في المئه انه مش الامير منصور بن مشعل اللي بيحط مضاعفه المكافاه. لا شوف هي في لائحه مكافآت في النادي وبناء على لائحه المكافآت ساعات بنلتزم فيها وساعات بيصير اضافه او زياده هذه اضافه والزياده ساعات بتكون من عضو شرف مثلا او ساعات بتكون من النادي. ما يضايق المشرف انه رئيس النادي يضاعف المكافاه ويكون الدخل المادي من شخصيه خارج النادي؟ مضاعفه المكافاه ما صارت اظن الا في مباراه الاتحاد ووقتها كان المشرف اللي موافق عليها ورئيس النادي اللي موافق عليها وضاعفت المكافاه. كيف قادرين تتعاملوا في هذه الاجواء؟ الاهلي ما تعودنا عليه من سنين طويله انه يكون فيه صدقني الامير منصور بن مشعل عشان اقول لك هي من الخلاصه الامير منصور بن مشعل والرئيس المهندس احمد الصايغ جميعهم يبغوا مصلحه الكيان ففي الاخير اي خلاف موجود عازلينه ومنفصل تماما عن فريق كره القدم.
طيب سالم الأحمدي، كان أمس كلامك عن المباراة أنه رغم كل الظروف اللي موجود فيها الأهلي ما هو عذر للأهلاويين على المستوى الفني في المباراة ولا للاعبين. أحمد بامعوضة يتكلم عن هذا الموضوع وأنهم قادرين على عزل الفريق عن كل المشاكل، ثم يتكلم على الموضوع المالي والدعم اللي سألوا رياض المزهر عنه وقال صاير جالس يقدم دعم مالي. شوف بداية خلنا نبارك للأهلاويين الفوز ومزاحمة النصر والهلال على صدارة الترتيب برغم كل المشاكل والإشكاليات والخلافات والاختلافات بين خلنا نقول القطبي النزاع في النادي الأهلي. أعتقد يعني كلام الأستاذ أحمد بامعوض يعني فعلا مؤلم أننا نتحدث بكل هذا الأمر على الملأ، يعني عندما يقول في خلاف واختلاف شيء مؤلم. يعني أتمنى أنه هو سيلقي بظلاله يعني يوم يومين مباراة مباراتين، لكن بعد كذا يعني اليوم احنا شفنا الأهلي فاز بأقل مجهود. نعم. أنا قلت أمس أن الفيصلي مواقفه قوية جدا مع النادي الأهلي ليست نتائجيا ولكن على المستوى الفني. الفيصلي فريق شرس أمام النادي الأهلي، طبعا في جاب كبير بين مستويات الأهلي أو خلينا نقول النتائج. يعني اليوم الأهلي سجل الفوز 15 على الفيصلي مقابل فوز واحد خلال مسيرة الفريقين في الدوري. اليوم أنا عجبتني كلمة جميلة للمعلق عبد الله الحربي أن الأهلي يملك ترسانة هجومية ولكنها غير شرسة. هذا فعلا يعني اليوم الفيصلي كاد أن يعود للمباراة. نعم. لو الهدف جنيني اللي قضى على أماله في اللحظات الأخيرة. اليوم أعتقد أن الحدث الأبرز ما هي المباراة، الحدث الأبرز غير شرسة. تتفق أنت مع عبد الله؟ نعم نعم. يعني أنا عندما أملك في الثلث الهجومي بلايلي جنيني السومة، أنا أعتقد هذه كان يعني في كان يعني نتيجة أكبر من كذا. هذا شغل مدرب من شوط المباراة الأول، شغل مدرب وعطاه لاعبين. لا شغل مدرب، أنت لما يكون عندك أنا أتكلم في المجمل عندك هذه الأسماء الثلاثة أعتقد قوة هجومية ضاربة. شوف الحدث الأبرز اللي نتمنى له أبو لطيف اليوم الكابتن محمد العويس، هو خسارة للمنتخب السعودي وللنادي الأهلي، نتمنى له الشفاء العاجل. أعتقد يعني كانت ضربة قوية جدا للأهلي في هذا الموسم، ولكن الأهم الآن هي سلامة اللاعب اللي نتمنى له الشفاء. أبو حسام، الأهلي اليوم حقق الأهم واللي هي النتيجة. يعني تعرف الأهلي الآن مثل ما يقولون على الصفيح الساخن، لا سمح الله ترى أي خسارة حتفجر الوضع، هو بالون الآن. نعم. بالون. إيه؟ مجرد أي خسارة الكل حيرمي الأمور. نعم الكل حيرمي المسؤولية على الآخر أو على الجهة الأخرى. الفوز اليوم المفروض إنه يكون بداية صفحة جديدة بين المشرف العام ورئيس النادي. الآن واضح المشرف لن يستقيل ورئيس النادي لن يستقيل، أنتم في مركب واحد والهيئة لن تتدخل، والهيئة ضد استقالة رئيس النادي. هذه انسى همر، انس يعني انس إنه يستقيل لأنه النظام الآن. إحنا نقول والله هذه أنا أقولها الأهلاويين، يعني أنا أقولها للأهلاويين، يعني الآن كبروا عقولكم، أنتم الآن في مركب واحد والفريق حرام الآن قاعد ينافس على الصدارة، يعني الفريق مش من فرق الوسط والنتائج السيئة. يعني هذا العمل وهذا يعني الشغل أو العمل اللي قاعدين نشوفه من بداية الموسم في النهاية هو جايب نتيجة إيجابية رغم الخلاف اللي قاعد يحدث. أنت تنافس معناته في عمل إيجابي. أنتوا في مركب واحد، هذا الخلاف راح يغرق هذا المركب. يا أخي إيش المشكلة لما يكون فيه التفاهم وتناغم واتفاق بين المشرف ورئيس النادي؟ وأنا أقولها بصراحة، يا سمو الأمير تنازل عن بعض الأمور، وأنت يا رئيس النادي تنازل عن بعض الأمور. يا أخي يهمكم الكيان ولا يهمكم مثلا الانتصارات الشخصية؟ الأمر اللي قاعد يحدث الآن هذا مو صحيح، وأنا أقولها بصراحة. إذا لم يحصل اتفاق في الأفضل ابتعاد المشرف سمو الأمير، لأن وجدنا وهو خسارة على النادي الأهلي. لكن في النهاية أنا عارف أن سمو الأمير في النهاية راح يقدم مصلحة الأهلي، لكن إيش يمنعكم تتفقون؟ يعني إيش المشكلة يعني؟ وش الـ وبعدين يا أخي لابد يكون في كبير يجمع الأثنين مع بعض من الأهلاوية. وعلى فكرة يعني يجب اللي يجمعهم مع بعض، ترى مو لازم يقول لك والله الأمير خالد بن عبد الله ولا واحد من أمراء الأهلي الكبار. لا، حتى عضو شرف عادي بإمكانه يجمع الأثنين. نعم. ترى الصلح والتصالح مو لازم يتدخل فيه شخصية كبيرة أو مسؤول كبير. نعم. إحنا نقول لازم تحكمون يعني لغة العقل لمصلحة الأهلي. نعم. ومن الظلم وحرام يعني جماهير الأهلي اليوم أبدت احتجاجها، اليوم واضح احتجاج جماهير الأهلي. انت امامك فريق قاعد ينافس وهذا يحدث في النادي الاهلي. النادي الاهلي كان يوم من الايام مضرب في دعم اعضاء الشرف والالتفاته والتفاهم، وكان صندوق اسود في كثير من الاحيان. والحضور الجماهيري
والحضور الجماهيري والحضور الجماهيري لا زال لا زال الجمهور نعم لهم رساله وان كان هذا اعتراض نعم اليوم لكن اليوم انت لازم تقف مع فريق نعمل فيصلي فيصلي عفوا يا عبد الرحمن عشان برضو ما نظلم الجمهور اللي انا وجهت عتب لهم امس ايوه ترى اليوم الحضور الجماهيري 8000 صحيح يعني في ظل العتب والألم لا يعتبر حضور ضعيف الأخرى يعتبر عدد كبير بالنسبة للأهلي لا أنا أتكلم الأهلي على الأهلي جدا قليل أنا أتكلم جداً على صحيح. على نادي جماهيري خليني بس أروح لحديث أيضا رئيس نادي ضمك صالح بن خاع الذي تحدث عن التحكيم وتقنية الفار في لقاء فريقه اليوم أمام التعاون مع الزميل عمار باحكيم متابع طبعا لأول مرة أنا في حياتي الرياضية أطلب أني أظهر على الشاشة التلفزيون أو في لقاء إعلامي وهذه ما هي عادتي بكل أمانة لكن اللي اليوم اللي شفناه السيناريو بكل أمانة من الحكم الساحة للأسف اللي جالس يدير المباراة أدار المباراة كيف ما يبغى هو يعني أنا مع احترامي للفريقين ما حد قادر يدير المباراة هو اللي جالس يدير المباراة احنا بالنسبة لنا ما احنا نعرفين من نخاطب في لجنة الحكام يعني بالنسبة لنا الشاشة السوداء أمامنا ما نعرف من نخاطب في الحكام نادي ضمك من بداية الموسم هذه اللي أول مرة أتكلم أنا في الشان التحكيمي نادي ضمك من بداية الموسم وهو بشهادة المحللين وبالإحصائيات بالأرقام أكثر فريق تعرض إلى أخطاء من الفار واليوم شفنا الحكم حسب ضربة الجزاء في الدقيقة 90 لا تمت نهائيا لأبجديات ضربات الجزاء في كرة القدم أي احتكاك مع لعيبة التعاون أي لمسة بسيطة أنا أشوف أن الحكم جالس يدير المباراة كيف ما يريد هو ما هو بعرف كرة القدم ولا بعرف التحكيم اللي احنا أنا أتمنى من الأخوان اللي له سلطة في القرار في لجنة الحكام أنهم يعيدون في النظر في الحكام اللي يجلبونهم للدوري السعودي وخاصة للحكام اللي يجلبونهم النادي ضمك أؤمن بالأخطاء لكن حكم يدير المباراة بالأخطاء اللي يبغاها هو هذا دليل على أنه الحكم ما أدري علامة استفهام كبيرة صراحة كيف يدير أنت قررت كلمة يدير المباراة هو جالس يدير المباراة كيف ما يبغى هو ليه ما هو حسب مجريات المباراة احنا نشوف في أخطاء في كروت مفروض أنها تمنح للعيبة التعاون وأخطاء تحسب على لعيبة التعاون ولا تحسب علينا أنا أشوف إن فيها علامة استفهام كبيرة الحكم لما يشيد باللاعب ساندرو مانويل اللاعب الوسط التعاون اللي نفذ ضربة الجزاء لأنه برتغالي وهو برتغالي ويشيد فيه بطريقة تنفيذ ضربة الجزاء ويقول له جود براذر يعني أعتقد أن فيها علامة صارت يعني وقت المباراة صارت وسمعوها اللعيبة كلهم وبلغوني بالكلام هذا دليل على نحن يا أخواني إذا إحنا ما إحنا نستطيع نحن نجيب حكام يتحلون بروح القيادة في الملعب علينا نحن نرجع بالحكم السعودي ونحاول نحن نساعدهم ونطورهم ونشتغل على تطوير أنفسنا وتطوير الحكم السعودي برضه احنا فعلا احنا لازم نؤمن نحن في الترتيب الأخير لكن أنا بداية الموسم تكلمت وبداية أول ما صعد الفريق قلت احنا نحاول نحن نقدم منتج الجميع يشيد فيه احنا سهل نحن نلعب بالطريقة الدفاعية البحتة ونقفل ونعتمد على الكرات الطويلة ونعتمد على الكرات اللي العشوائية وكل شيء لكن احنا نحاول نحن نقدم كرة قدم يستحق نادي ضمك انه يكون موجود في دور المحترفين وانا اراهن ان ضمك حيبقى في دور المحترفين بإذن الله حنشتغل حنعمل بعد توفيق الله سبحانه وتعالى حنبقى في دور المحترفين السهل هذا بس معليش بقاطك السهل اللي قلت عليه انه دافع يلعب كرة طويلة حيخلي فرق تقعد في الدوري مثلا صحيح طبيعي هذه كرة القدم لكن احنا لا نجيد اللعب هذا انا قلت ان دوري المحترفين يحتاج فريق يلعب يمتع يساعد الفرق الثانية انها تلعب احنا هذا طبعا هذا فريقنا منذ عرفنا نادي ضمك وهو يلاعب الفرق يلعب مع الفرق ويلاعبها اكبر دليل او تلاحظ في كل مبارياتنا تجد الوقت بدل الضائع ما يتجاوز 3 دقائق في اغلب المباريات هذا دليل احنا نلعب كرة قدم سواء فايزين او خسرانين تلاقينا نلعب كرة قدم نحاول احنا نقدم انفسنا وحنا قادرين ان شاء الله احنا جالسين نتحسن من مباراة لمباراة اليوم ما كنا نستحق بكل امانة كنا الافضل كنا اقرب للتسجيل كانت فرصنا اكثر نحتاج النجاعة نحتاج التركيز نحتاج ان شاء الله بس فوز يعدل مسارنا ان شاء الله دكتور محمد الناصر استاذ صالح جدا زعلان يتكلم على موضوع التحكيم ويقول انه يتكلم على انه الحكم مع تسجيل ضربة الجزاء كان يقول حسب رواية اللاعبين ضمك يقول للمسجل بالنسبة للتعاون جود جوب براذر يعني تعاطي مع التعاونيين بشكل كبير حسب ما ينقله
صحيح. طبعا واضح من لهجة التصريح أنه متوتر جدا، حتى في إلقاء اللوم وتكلم عن حكم الساحة ونوعية الحكام المختارين، وبعدين تكلم عن حكم الفار، وبعدين تكلم عن الوقت اليمدد البدل الضائع، وبعدين تكلم عن حكم السعودي وتطويره، وتكلم عن لجنة الحكام ومن يخاطب في لجنة الحكام. أعتقد أنه كان تحت يعني التأثير السلبي لنتيجة المباراة. ما أعتقد أنه كان فيه بالمباراة يعني أخطاء تستحق كل هالغضب من رئيس النادي الأستاذ صالح بن خاع. وهذه دائما هي المشكلة الحقيقية، أنك دائما لسه جايك غضب ثاني بنشوفه كمل. النقطة برضو الثانية، أتوقع أنا أن الأثر السلبي، ترى الهدف التعاون الثاني جاء أتوقع دقيقة 96 أو 95، قد يكون هذا برضو له أثر سلبي. الفريق مغير مدربه قريبا، يلعب على أرضه، كل الأمور هذه قد تلقي بظلالها على النتيجة السلبية اللي كان يأمل أنها تصحيح مسار. وجهة نظري الشخصية أنه لم يوفق في التصريح، كان منفعل جدا، ألقى باللوم على عدة جهات، وفي الأخير قال أنا ما أدري من أخاطب. أتوقع أنه حتى مخاطبات الرسمية إن كان هناك ضرر، معروف القنوات الرسمية اللي تخاطبها، سواء رئيس لجنة الحكام أو حتى لجنة الحكام، أو الاحتجاج بالطريقة اللي تراها رسمية ومناسبة وتضمن حقك وحق فريقك. أكيد أنه حق له يطالب بما يراه أنه حق الفريق، بس أنا استغرب فعلا انفعاله بهذا الشكل. برا سابق الهلال لم يكن بهذا الانفعال، مع أن هناك أخطاء أيضا كبيرة كانت على ناديه، وكان ردة الفعل رد لين جدا، ولم يطالب بهذه الانفعالية. هو قد رأى شيء فعلا يمكن أن يحاجج بها لجنة التحكيم ويستطيع أن يصل إليها، لكن لا بد يرى أن فيها أخطاء. يمكن في مباراة الهلال هو ما يرى أن كان فيها أخطاء. والله وجهة نظرك، أنا يعني ما راح أقيم، لكن هو قال فيها أخطاء ويتقبلها. وهنا ما يمثل أو بهذا المعنى، عشان ما، لكن انت لان فريقك هو واحد، ويجب ان يكون موقفك واحد في كل، بغض النظر انا لما وضعت الهلال لان هذا الموقف مختلف تماما. يعني الانفعال حصل اليوم، انا اتكلم عن نظرته اكيد الموقفين. الانفعال اللي حصل اليوم من اكيد حق له يا اخي تابع، لكن ليش تنفعل بهالطريقه اصلا؟ وليش تخرج الان؟ قد تتعرض الى عقوبه هذا واحد، وقد يعني لن تؤثر على نتيجه المباراه. ممكن ان لجنه التحكيم تراجع ما قاله الاستاذ صالح، المسألة أنه فعلا هناك يعني هالكلمة اللي تقال أو هالمدحة والكلمة اللي مرت على الحكم وقال أنه good brother وكذا، هذه غير مقبولة أساسا. بس في لقطة غير التحكيم، أنا أقول لقطة معليش، تسريحة شو اسمه ماجد الزازي، بالنسبة لي والأكيد يعني هي بعيدة عن الذائقة الجميلة والعامة لشكل اللاعب. شوف اليوم تقليع يعني شعر قصدي شعري يعني شعر في شعره يعني ما ادري شو يقول ماركه شعر دي ولا وش يعني ما اعرف يعني خارجه حتى عن اطار المقبول. اتمنى ان يكون هناك لفته وانتباهه. مساله انه ما يفتح الباب هذا الشكل الى ان خلاص تصير عندنا قصات العام مهم. سم حافظ على الذوق العام يعني اصبح لها. انا والله ما ودي ادخلها في هذا الامر الاساس، انا مو بنا لحد اللاعب السعودي بس، لا على الكل. عندما تتحدث عن العام الماضي، العام الماضي وقبله كان فيه محاولة تدخل من الاتحاد السعودي وتوجيه بما يعني بشكل يعني مو مباشر، لكن قالوا اللاعبين لا تدخلون، هذه خاصة بنا وكذا 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 وكذا. وقيل أن الاتحاد الدولي أيضا قد يكون له أنه ما تتدخل في مظهر اللاعب أو في شكله إلا بما حددته قوانين التحكيم سواء صغير. لكن أتمنى فعلا من اللاعبين أنفسهم أن يهتموا يعني بقيمتهم البدنية والرياضية والفكرية كما يهتموا حتى بأشكالهم، ويعرفوا أنهم ترى قدوات، يعني اللاعبين يتابعونهم أو قصي عفوا يعني أطفال وشباب يشوفونهم وهذا الشكل. يعني ما نبغى دروس تربوية لكن مؤلم. أتمنى التوفيق. طيب خلينا نروح للمدرب، أكثر مدرب أعتقد على مستوى الشكوى، حديث مدرب نادي ضمك نور الدين بن زكري، والذي كان واضح عليه الغضب من التحكيم. نشوف. نظن الكلام عن المباراة من الجانب الفني نظن ما فيش مقارنة. فريقي أدى مباراة كبيرة، لعب بحماس، لعب بتنظيم، حاول أنه يفوز بالمباراة، ولكن للأسف الشديد للمرة أخرى الأخطاء التحكيمية هي سبب في هزيمتنا اليوم. لأن هذه ما هيش أول مرة منذ قدومي لهذا الفريق هذا وأنا نشاهد في هذه الأشياء. اليوم بصراحة المدرسة البرتغالية مدربا وحكما هي اللي صنعت الفارق داخل الميدان.
هذه اللي نجم نقولها. اما فريقي انا ما نقدرش نطلب من اللاعبية اكثر من ما قاموا به، قاموا بجهد كبير، لعبوا كرة متميزة امام فريق عنده خبرة كبيرة في الدوري الممتاز، ويساوون هذه الاشياء اللي يسووها اليوم صراحة. لكن احنا نعد فريق من اجل ان ينافس فريق اخر داخل الميدان، لا يمكن ان نعد فريق من اجل منافسة الصفارة. اشير الى ضربة جزاء الثانية التي بقى فيها فقط 30 ثانية وتنتهي المباراة. قبل أنا نقول ضربة جزاء مش ضربة جزاء، أنا لا أتحدث عن هذا الأمر، هذا أنا أتحدث بثلاثين ثانية قبل ضربة الجزاء حمد الجيزاني دخل على كورة نظيفة واضحة وضوح الشمس، بسببها صفر على صفر المخالفة للمنافس، ومنها جاءت ضربة جزاء، منها ترتبت عليها ضربة جزاء. لو انتهت المباراة هدف مقابل هدف نقول نتيجة منطقية وممكن تنتهي هكذا. كيف فريق لم يقدم شيء يفوز بمباراة بضربتين جزاء هكذا بهذه الكيفية؟ هذه ما نظنش. أنا نقول المستوى الفني ضمك هو اللي يستحق هذيك المرتبة الفوق، مش تعاون، لم نشاهد شيء. أبو خالد يعني يتكلم على اتهام مباشر واضح لما يقول مدربا وحكما، هذا اتهام واضح. هل لجنة الانضباط تدخل في مثل هذا التصريح؟ بطبيعة الحال ممكن تدخل لجنة الانضباط في مثل هذا التصريح، لكن أنا ودي أرجع لتصريح الأستاذ صالح بن خاع الانفعالي إن صح التعبير، لكن لا ننظر لهذا الجانب الانفعالي. أنا أتصور أن فعلا ضربة الجزاء الثانية للفريق التعاون يعني مدى الاستغراب للجميع، فبطبيعي أن الحكم يربط ما بين المدرب وقصد مدرب نادي ضمك، يربط ما بين مدرب التعاون وجنسيته بجنسية الحكم. ليش فيها ضربة الجزاء؟ إلى الجزاء مشكوك فيها ضربة الجزاء الثانية. واضحة صريحة. أنا وجهة نظري إن ضربة الجزاء يعني. ما رأيك لكن. شو اختلف؟ واضحة جدا. اختلف هنا. ضربة الجزاء الأولى صحيح واضحة. مستشار التحكيم يختلف. وجهة نظري إنها ما هي ضربة جزاء صراحة. ولكن بطبيعة الحال دائما الأندية الأقل جماهيريا والأقل إعلاميا والأقل استجابة من اتحاد الكرة أو من لجنة الحكام أو من لجنة الانضباط، هذا وضعها صراحة. أضمك اليوم قدم مباراة كبيرة، أنا ما ألوم الأستاذ صالح بشكل كبير جدا لأنه المستوى الفني الفريق كان جيد، لكن الأحداث يخول المدرب بن زكري يتهم إذا صدقت الرواية بخصوص التصريح المحاكم المدرب أنت كمدرب ما لك حق تخون المدرب لما يجي الحكم يبارك لفريق الخصم إذا ثبت الكلام هذا يجيب الشك لنفسه. أنت ليش بس هو يقول المدرسة البرتغالية مدربا وحكما هنا للتاسف هي اللي صنعت الفارق. يقول ما هو التصريح يقولها المدرب بن زكري ربط المدرب بالحكم في أندية كثيرة تحدثت فترة سابقة عن ربطها باللاعب خطأ بالحكم خطأ بالمدرب وهذا خطأ فما كان هناك أوكي خطأ. أنا ما أقول لك خطأ مو تصريح خطأ بس أنا أقول لك حصل الفعل حتى إذا ما طبق عليهم المدربين هذول اللي يربطوا أو رأس الأندية أو الإداري اللي يربطوا ولا طبق عليهم نظام هذا خطأ خطأ. يعني المفروض أن هذا سؤالي يسأل الجزء في الموضوع ولا ما له علاقة التصريح الربط حق بالذكري خطأ، لكن إحنا لازم كمان ننظر الموضوع بقليل من الإنصاف في هذا الجانب. لما يجي حكم يبارك اللاعبين في المباراة هذا أمر سلبي. طيب أقول إذا صدقت الرواية اللي يقولها منه يقول اللاعب ضمك شيء طبيعي. طيب أوكي أنت هذا وجهة نظرك في الموضوع صحيح. خلينا نسمع سالم شو تقول ابن زكري وأيضا إذا تبي تعلق على هذه الصالح أبو الخاء. والله في مثل تذكرته لما سمعت تصريح الاثنين بس ما راح أقول المثل. شوف أعتقد إن كان الخلل في ضمك إداري، الآن أصبح إداري فني. يعني أنا في المرة السابقة ذكرت على حديث صالح بن خاح حول مباراة الهلال كنت رأى ضمك غير المدرب بن زكري كان بس اليوم ضمك قدم مباراة جيدة. أنا بجايك أنا قلت خلل إداري فني. يعني الأستاذ صالح بن خاح قد يكون الهدف خلينا نقول ضربة الجزاء في هذا التوقيت أثرت كثير، فبالتالي خرج حاول أن يجد مبرر لسلسلة الهزائم الكثيرة التي تلقاها ضمك. أوكي أما فيما يتعلق في الجزئية اللي الحكم قال للاعب هذا موضوع آخر، إن صحت يجب أن يتدخل الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذه الجزئية لأن هذه موضوع خطير جدا. أي. لكن فيما يتعلق الآن إحنا نتكلم على الجزئية حديث الحكم
مع اللاعب. مع اللاعب برواية صالح بن خال. الرواية التي لم نسمعها نحن. ايه؟ ولكن دعنا نتحدث عن الرواية التي سمعناها. حلو. يعني اليوم بن زكري يوجه كلامه حتى لو فيه لقطات يعيدوها الأخوان، كان يوجه كلام حاد لمدرب بالتعاون في نهاية المباراة، كان يحاول يهديه، هو متشنج جدا. فبالتالي يبدو أن الخلل سيكون إداري فني في 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 ضمك. يعني ضمك قدم مستويات مميزة هذا الموسم أمام الاتحاد، أمام النصر، أمام الأهلي أعتقد. فيجب أن لا نحاول أن نبرر للفشل بمثل هذه الطريقة. يعني اليوم ترى ضمك قاسم التعاون كل مجريات المباراة، بالعكس كان أفضل منه في في فترات من المباراة، وكان باستطاعته أن يحقق نتيجة إيجابية، ولكن الهدف القاتل قد يكون ألقى بضلال. لذلك أنا نصيحة محب أستاذ صالح بن خال، اهدأ، أنت قائد، وقلنا لك المرة الأولى أمام الهلال القائد لا يكون انهزاميا، واليوم أنت تمثل دور القائد المتعصب اللي ما أنت راضي تتقبل مثل هذا الأمر. شوف الخلل عندك فين، المدرب خرج بعدك متشنج، فبالتالي عندك خلل، حاولوا تعالجونه بأي طريقة كانت. قد يكون يعني ظلمتم أنتم هذا اليوم، ولكن للأسف الشديد أنا أعتقد أن الأستاذ صالح بن خاع يخونوا أشياء كثيرة في إدارة النادي، ما أدري شيء يعني. طيب خلنا نروح للجولة العاشرة، تختتم غدا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقائين، نتابع اللقائين اللي بتكون بكرة، أو خلنا نروح نشوف احنا تقرير يحكي عن المباراتين اللي راح تكون في الجولة العاشرة. تختتم الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقائين. في اللقاء الأول يستضيف فيه الاتفاق فريق الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. الاتفاق وبعد مستوياته المتذبذبة والتي وضعته في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، يدخل اللقاء على أمل الفوز والاستفادة من التقارب النقطي والارتقاء في سلم الترتيب. أما الاتحاد ليس ببعيد عن سابقه، فهو الآخر يعاني من النزيف النقطي في الدوري، لكن الجماهير تعول على مدرب الاتحاد الجديد تينكات للفوز في هذا اللقاء، حيث يحتل المركز 13 برصيد 9 نقاط. أما في اللقاء الثاني يستضيف فيه الوحدة ضيفه النصر على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. الوحدة يحتل المركز 7 برصيد 15 نقطة، حيث يطمح في هذا اللقاء خطف النقاط والزحف نحو المراكز المتقدمة في سلم الترتيب. النصر يحتل وصافة ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة، حيث يتساوى في النقاط مع متصدر الدوري الهلال، ويأمل الفوز في لقاء الغد ومزاحمة المتصدر. طب حسام اروح معك على مباريات الغد في الجوله العاشره، اتكلم معك على الوحده والنصر. المباراه هذه طبعا لا شك يمكن النصر راح يدخلها بكامل قوته الفنيه، لانها مباراه صعبه جدا، وهذه الحقيقه الفوز بكره يعني له الشيء الكثير، لانه راح يعتلي الصداره. صحيح. فارق النقاط، وبالتالي المدرب انا متاكد انه راح يحاول يعني يحبط اي مفاجأة لفريق الوحدة اللي ظهر هذا الموسم بشكل مختلف. والوحدة الحقيقة يملك لاعبين أجانب متميزين ويصنعون الفارق، هذه من أسباب الفريق الوحدة في هذا الموسم ظهر بشكل مختلف عن الموسم الماضي. المباراة صعبة جدا، فترة التوقف هي مؤثرة وسلبية خصوصا على النصر. وأيضا ليش خصوصا على النصر؟ لأنه كان في انطلاقة تصاعدية. إيه؟ نفس فريق التعاون كان في انطلاقة اتصالي، وأنا قلتها المرة الماضية، قلت أكثر فريقين بيتأثرون النصر والتعاون، وفعلا شفنا اليوم التعاون أداء ما كان نفس الأداء اللي كان قبل التوقف. وهذا ما يخشاه النصراويين، يعني هي مباراة يعني صعبة صعبة جدا على فريق النصر. بس التعاون كان عنده لاعبين مطرودين يعني في المباراة السابقة في الديربي،
فيأثر عليه لا, لا بس انت التعاون عنده بديل يعني مو مثل بقيه الفرق التعاون عنده بديل يعني وبعدين انت تلعب مع فريق بينك وبينه جاب في الناحيه الفنيه فارق فني كبير بين الفريقين طيب. يعني ما يعني شفناه اليوم الضمك افضل عشان كذا انا قلت لك ان التوقف راح ياثر على التعاون سلبيا وعلى النصر وهذا ما يخشاه النصراويين غدا بس ظروف النصر في احسن فنيا اداريا فنيا وتدريبيا واداريا انا قلت لك التوقف في النهايه هو سلبي إيه؟ يعني على الفريق انت إيه؟ لما وقلتها على الدوري بشكل عام إيه؟ وتعرف النقاش حول دورة الخليج وقلنا لو شارك يعني على كل الفرق مو بس على النصر طب هو إيه؟ بشكل عام لكن انا هذا بس انا خصصت النصر والتعاون لانهم كانوا في صعود. فني إيه؟ لكن الفرق الثانيه إيه؟ بعضها اقول اللي مثلا عندها دروب قد يخدمها ممتاز. طيب خليني اروح معك اروح معك حسين على المباراه الثانيه الاتفاق الاتحاد وبنفس الظروف اللي كنت اسال عنها ابو حسام الالتفاف الاداري اللي كان موجود كان فيه التفاف اعلامي ايضا في الاتحاد عالج كثير من او بيعالج كثير من المشاكل في التعاطي مع الاتحاد وبيأثر أنا أتصور أن الاتحاد إذا كان يعتقد الاتحاديين أن من خلال الالتفاف أو الدعوة الإعلاميين أنها بتحل المشاكل فأتصور هذا يعني تصور خاطئ لأن مشكلة الاتحاد في الملعب الدرجة الأولى فريق الاتحاد حتى الآن برغم مضي حوالي 9 جولات إلى جانب مباريات البطولة الآسيوية أيوة. لم يقدم مستوى يقنع به جماهيره بل جماهير الاتحاد قاطعت المدرجات بسبب التواضع والمستويات الضعيفة طيب. اللي قدمها نادي الاتحاد قدام الاتفاق بكرة أبو خالد ربما ظروف الفريقين متشابهة لحد كبير أيوة. الاتفاق والاتحاد لكن الاتحاد يأملون في حضور المدرب الجديد في تغيير شكل الفريق في المباراة القادمة في فتح صفحة جديدة مع اللاعبين في مستوى اللياقة أفضل خصوصا أن شاهد الاتحاد خلال الأيام الماضية كثافة اللياقة بشكل مستمر تدريبات على فترتين ربما هذه ربما تكون هي المؤشرات الإيجابية التي تطلع الاتحاد اللي يكون اللي تطلع محبي الاتحاد للفريق المباراة القادمة الاتفاق أيضا يرى هذه المباراة فرصة له أن يصالح جماهيره بشكل أفضل يوثق حضوره الفني في الدوري يعزز النقاط اللي تحصل عليها في آخر الجولتين فبالتالي المباراة أنا بوجهة نظري متكافئة جدا يجب على فريق الاتحاد أن يقدم نفسه يقدم مستوى مقنع عطني نتيجة توقع تعادل وحسام بما أنك تكلمت عنها الوحدة النصر عطني نتيجة والله أتوقع الأقرب فنيا النصر شكرا لكم ضيوفي على حضوركم معي اليوم في الحلقة شكرا لكم أنتم على المتابعة في أمان الله